النهارده باذن الله عندنا كيس ستدي ريسيرش، موضوع برضو كبير ولذيذ، بس في موضوع تاني انا يخيل ان هو قد يكون اهم شويه من الكيس ستدي ريسيرش، الا وهو الايفيدنس. ازاي اقدر اجيب الايفيدنس ان انا يعني اشوف بيبر 3 ستارز و4 ستارز والكلام ده كله. فانا بصراحه كانت نيتي الاول ان انا ابتدي الاول بالايفيدنس وبعد كده كيس ستدي، بس كده مش عارف، حسيت كده ان الجو مدي ان انا ابتدي الكيس ستدي الاول وبعد كده الايفيدنس. ليه؟ لان انا يهمني تبقى فاهم كيس ستدي كويس. انا عارف ان ممكن منكم كتير ما بيستخدمش كيس ستدي، لكن حلو ان الواحد يبقى فاهم ايه الكيس ستدي وتشتغل ازاي، وبعد كده نشوف الايفيدنس. مش هياخد مننا وقت، حتى يبقى عندنا اريحيه نكستند قد ايه ان احنا نشوف الايفيدنس. اوكي، ايه الكيس ستدي ده بقى؟ الكيس ستدي ده يعني كيس، وفي حد اهبل يروح يدرس كيس واحد؟ اوكي، وفي حد بنروح يدرس كيس واحده؟ يعني حتى اسمها كيس يا اخي، يعني اختش على دمك يا جدع، كيس واحده وعايز تاخد لي دكتوراه ليه يعني؟ ففكره ان انا اخد كيس واحده دي فكره في المنطق البحث العلمي فكره مستفزه جدا، وفكره تدعي الاشمئزاز لكثير من الناس. كيس كيس يعني يا اخي يا اخي يا طب انا يعني طب انا مالي بيه على اسمها كيس حتى؟ يعني هي كيس واحده، يعني قد تكون بالصدفة، قد تكون الظروف بتاعتها كده، قد تكون يعني انت عندك انحيازية في الكلام ولا في التفكير سبجكتيف ولا بتاع، قد يكون يا اخي اصحابك بيقول لك اي كلام والناس دي بكلامهم صح وغلط. انا اتقالي الكلام ده شخصيا، يعني اتقالي الكلام ده من بروفيسور كبير بوستفيست، يعني كيس راحت تلاقي اسمها كيس. فين هنا الاكاديميك ريجوروس اناليسيس، وفين هنا المعيار الجنرالابيليتي ان انا اقدر اجنرالايز الفايندنجز واقدر افيد البشريه او اقدر افيد العلم كله؟ يعني كيس اسمها كيس. فالارجيومنت ده كان موجود وقعد كتير قوي لحد ما طلع لنا اثنين قلبوا التفكير. طبعا في كتاب كتير بيكتبوا بيغنوا كتير، بس اللي خدوا الحرب على صدرهم اتنين. الاولاني اسمه ين والتاني اسمه ستيك. اوكي، يعني يهمني افهم ايه الناس دول، مين ين ومين ستيك. ين ده كان اكاديمي في امريكا واستقل، ما عجبتوش التفكير ده وراح فتح له مكتب استشارات، وعنده شركه اسمها كوزموس استشارات، وبيعمل استشارات في عالم البيزنس، وراجل شاطر، بس كان هو بيحب المنهج العلمي في التفكير، فكان متأثر شويه المنهج العلمي وحب ان هو يعمل طريقه معينه ان هو يطلع نتائج كويسه. ستيك هو كان في بريطانيا ومذهبه اصلا انتربريتف، فبتاعت لنا مذهبين جداد، مذهب للبوستفيست كيس ستادي ريسيرش ومذهب للانتربريتف كيس ستادي ريسيرش. مسك مع ستيك مين؟ ويلشم. ويلشم ده شخص مشهور جدا جدا في امريكا، هو لحد هو اوكسفورد، هو بروفيسور في اوكسفورد وهو لسه عايش لحد دلوقتي. اوكي، الاثنين دول او الثلاثه دول بقى مسكوا الايه السكه كلها بتاعه الكيس ستادي ريسيرش. كيس ستادي ريسيرش فكره جديده، فكره بعض الناس بتشوفها ان هي فكره مش مستصاغه، وبعض الناس بتشوفها ان هي فكره زعبله جدا وهي ما ينفعش يتعمل عليها بحث علمي. فكره الكيس، في ناس مودرن فقال لك لا يا عم امجد، انا عندي اقتراح كويس، انا عندي كيس ستادي على مصر علشان يعني ياخد قيمه الكيس. واحد تاني قال لك انا عايز كيس ستادي على الاردن، كيس ستادي على السعوديه، كيس ستادي على الامارات، كيس ستادي على بريطانيا. هي كلمه كيس ستادي اول ما تقال كلمه كيس ستادي، الكلمه دي معناها علميا وادبيا ان انت بتقول ان الرياليتي تختلف من مكان لمكان. مبدئيا كلمه كيس معناها ان دي كيس مختلفه عن كيس تاني. وهنا بقى يبدا الجدال، زي ما اتفقنا ان كلمه كيس ستادي ديت كلمه مستهجنه ومستفزه للكثير جدا من الناس. طب انت هتعمل ايه يا عم امجد دلوقتي؟ انت هتشرح لنا حاجات زعبوله بقى وتضحك علينا ولا وقتنا؟ احنا عندنا شغل، يعني احمد سيد دلوقتي الايكونومكس وبتاع وجاي قاعد معانا عشان نشوف الكلام اللهبل اللي هنقوله ده، صح ابو احمد؟ فيعني ايه الكلام ده يا جدع ده؟ تعالى نبص كده، ايه الكيس ستادي ده وايه لازمه الفكره دي؟ مبدئيا كيس ستادي بوستفيست كلمه انا بصراحه كشخص يعني شايفها كلمه ملهاش اي ستين معنى. اوكي، وكلمه كيس ستادي كانتربريتيف وارده،
اصلا يعني حتى فكره الكيس ستادي متناسقه قوي 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 مع الانتربريتيف، لان احنا بنقول رياليتي ديفرنت من بليس تو بليس، صح؟ والناس بتفهم فاحنا بنفهم منهم. ففكره ان انت تقول كيس ستادي انتربريتيف مقنعه اكتر ناس كتير جدا من كيس ستادي البوستيفست. فعشان كده الانتربريتيف كيس ستادي ظهرت في الستينات تقريبا لما ستيك بدا يتكلم، بينما البوستيفست كيس ستادي ظهرت حديثا يعني تقريبا في الثمانينات في التسعينات في الرينج ده. الانتربريتيف كيس ستادي منطقيه، الحياه تختلف من مكان لمكان ومن ظروف لظروف، رايح افهم السوشيال كونستراكشن اوف رياليتي، افهم الرياليتي في الكونتكست بتاعتها بالظروف بتاعتها، وكل كيس ليها حالها ومالها وناسها، مفيش مشكله. لكن انت عشان تقول لي كيس ستادي وتبدا تكلمني على حاجه اسمها جنراليزيشن، نبدا هنا مليون علامه استفهام. مش انت بوستيفيست بقى؟ مش اتذكر وعامل لي بوستيفيست؟ تعالى بقى، ازاي بوستيفيست بتتكلم على جنراليزيشن؟ بوستيفيست ده انا عنده سيري صح، وعنده ليتريتشر ويبني عليها فرضيات ويخش يختبر. طب السيري هتستخدم ازاي دلوقتي؟ هختبر ايه؟ وانا اصلا عندي سامبل صغيره قوي يا جدع، ده انا بكلم كيس كيس يعني مدرسه واحده فصل واحد كده يعني. حتى احصائيا مش هتضرب معاك، انت عشان تعمل اي تحليل احصائي محتاج لك عينه مثلا 40 50 60 80 100 500 1000 عشان يبقى ليها معنى. لكن يعني مش فاهمها شويه، دي زي سيري في البوستيفيست دي ايه ده؟ تيجي بعد كده ما انت بوستيفيست بقى، كلمني بقى على الريلابيلتي والريلابيلتي والفاليديتي. المفاهيم دي كده عجيبه قوي قوي قوي. الانتربريتر احنا قلنا عليها في الديزاين، ان انا اضمن ان انا فاهم صح، وزي ما كانت ياسمين بتتكلم كده فكره التراست وورسنس. ف لكن هل انا اقدر استخدم كلمه الريلابيلتي والفاليديتي بتعمل بوستيفيست بشكل بوستيفيست مع كيس ستادي؟ ايه يا جدع ده؟ في الكونسبت دي كلها انا مش عارف هتستخدمها ازاي دي في البوستيفيست دي. اوكي يعني انت عايز تقول لي ايه دلوقتي؟ انا تهت يا عم امجد منك. انتربريت منطقي ان الرياليتي تختلف من مكان لمكان، ان السيري اصلا بتيجي في الاخر، وانا اصلا مش هدف ان انا ابني سيري اساسا، انا راح افهم الدنيا ماشيه ازاي وراح افهم وجهه نظر الناس. فطبيعي ان انا امسك كيس معينه واقول الست ديت اللي في السجن دي دخلت السجن دي، فاروح اكلمها وافهم منها ظروفها ايه، منطقي. لكن تيجي تقول لي بقى الستات كلها بتفكر، لا انت كده صعب قوي، انت مش هتروح تكلم الستين ثلاثه وتعمم يا جدع. في هنا جاب كبيره قوي في التفكير. وعشان كده عمل اختراع للبشرية، عمل كيس ستادي بشكل بوستيفست. وين ده هو اكتر شخص واخد سايتيشن في تاريخ الريسيرش ميثودولوجي في كل العلوم. ليه بقى؟ هو ادى حاجة كده حلوة قوي للباحثين، اداهم فرصة ان هم يعني ايه الخناقه بتاعت جوبا، فكره انتربريتيف بوستيفيست دي اولها جوبا يعني، والناس دي لينكولن وجوبا في الثمانينات والسبعينات، خناقه ما بين انتربريتيف بوستيف، واحد جه ادانا ايه ها بونبونيه كده خليت لنا تحل لنا المشكله، انا بوستيفيست وكيس ستادي. ازاي بقى يا عم انت بقى؟ ازاي بقى؟ ازاي اطلع في الاخر حاجه مع المنطق؟ خلي بالك المعيار الوحيد للبحث العلمي هو المنطق، يعني برضه احنا عايزين نبقى فاهمين ايه معيار البحث العلمي، هو منطق. يعني كلام منطقي، تعرف تقول لعيل صغير يقول لك كلام بابا ما بيضحكش عليا، هو ده البحث العلمي. اي كلام منطقي والمنطق حاكم فيه تقدر تدافع عن فكرك، خلاص وهي البي اتش دي الا شويه منطق وفلسفه بنقعد نضحكها بيها. هو ده الدكتوراه، هو الفايف اي معنى كده ان انا عندي منطق احاجج بيه واتكلم بيه. فهل ده اداني كومبيلنج يعني ايديا كده راشنال ان انا ابني عليه ريسيرش؟ فتعالى نشوف عبقريه ين في التفكير ازاي صمم واتعملت ازاي التفكير بتاعه والمنطق بتاعه ان انا اعمل كيس ستادي. يعني ايه كيس ستادي في تفكيريا؟ طب والانتربريتيف وستيك وولشم اللي انت قعدتش كل فيهم، ما هم عشان هم منطقيين فانا بصراحه ضحيت بيهم. هو دايما كده، ابنك الضعيف بتموته عشان ابنك الرخم، او يعني انت فاهم دايما بتضحي بايه؟ بالانسان الطيب. فانا ضحيت بستيك وولشم ليه؟ لان بصراحه هو منطقي اصلا الانتربريتيف طعم الكيس ستادي اصلا، يعني هي فكره الانتربريتيف مع كيس ستادي ماشيه اصلا، فما فيهاش اي تشالنج. وعشان كده ستيك وولشم مش مشهورين قوي. ليه؟ لان هو بيتكلموا في حاجه بديهيه جدا، يعني هو اصلا انتربريتيف هي طعمها كيس ستادي، فانت بتقول لي كيس ستادي ليه؟ يعني هي جايه الانتربريتيف كيس ستادي واخدها طعم بعض اصلا، فانت ما فيهاش عبقريه يا عم ستيك ولا عم وولشم، حبايبنا وكل حاجه، عيننا على راسي، بس انتوا مش عاملين حاجه جباره. اوكي؟ فانا هشرح
مين النهارده؟ انا هشرح البوستفيست كيس ستادي، وهي دي الاشهر عالميا في الريسيرش، وهي دي الاكثر. ايه البوستفيست كيس ستادي؟ كيس ستادي واخده طعم البوستفيست، جايه من مدرسه امريكيه بوستفيستيه، بس لا واخده ريحه الانتربريتيف، واخده معالم الانتربريتيف. يعني انا كان وجهه نظري، انا بسميه ده اسلوب براجماتيك في التفكير، ان انت خدت لك كده مدرسه كونفينينت كده تدلع بيها نفسك وتمشي بيها حاجة. اوكي يا احمد، هو دلوقتي احمد معايا الوحيد اللي مشغل الكاميرا، فانا في واحد دلوقتي واحد بتكلم معاه. اوكي فركز معايا يا احمد بقى. اوكي ماهر تعبان تقريبا النهارده مش مركز، ارجع تاني يا ماهر. اوكي جميل، يلا نتوكل على الله. مستعدين؟ مستعدين يا شباب؟ ايوه يا دكتور اهو في حد معانا؟ هم مستعدين كلنا هنا. طب الحمد لله الناس جت. طب الحمد لله، انا احب الدوشه، بحس دوشه كده، احس ان انا في حد قاعد معايا، احس هدوء كده فخاف. ما بلاش دوشه، بلاش. اوكي احنا هنخلي بقى الجزء الاولاني ده هنخليه في الاخر، اللي هو الايه اللي هو الريفرنس والكلام ده خليه في الاخر. الكيس ستادي ريسيرش، اول حاجه ايه الشتيمه اللي بتواجهك لو انت عملت كيس ستادي ريسيرش؟ اوكي خاصه لو انت بقى في مجتمع اصلا بوستفيست على اهله كده. يعني تخيل كده انت في جامعه من جامعات مصر مثلا، وبتعمل لي كيس ستادي، يا نهار اسوخ يا نهار اسوخ اللي هيحصل فيك. انت مش متخيل، انا خدت رقات في حياتي، انا خدت اقلام من اهو، ده القلمين كده على وشي كده، ليه كيس ستادي؟ فما انت مش متخيل. يعني انا اتقلب اللفظ الواحد، بس انا مسجل للاسف نط في كرش يلا. متخيل دكتور كبير يقول لي كده؟ يعني الكلام ده متسجل وهيتذاع، وممكن يسمعني الراجل الطيب ده، ربنا يبارك له، علينا كتير طبعا. بس انت متخيل انت بتقول له بوست فيست، وهو يعني وهو كيس، يعني يا نهار اسود ايه ده، انت مجنون يا ابني، كيس عايز تاخد ماجستير بكيس، الناس هتاخد يعني دكتوراه بكيس، بس هو يقول لك اخد ماجستير بكيس. اكتشفت على فكره مش هو لوحده، هنا في بريطانيا في كتير كده اللي هم البوزيتيفست، في امريكا كتير جدا، لدرجه ان في بروفيسور في امريكا مشهور جدا قال كلمه حكيمه جدا، او مش حكيمه وجهه نظرهم يعني البوزيتيفست، قال لك كيس الصاد ده تبقى كتاب، اعمل كتاب حلو. والمشهور ناس كبار بروفيسورز كبار عندهم كتب كيس ستادي، هو مقتنع زي هيلفت مثلا، عمره ما هيلفت مثلا يروح عامل لك كتاب مثلا على كيس ستادي، هو بيعملها عمره ما يعمل بيبر في كيس ستادي، رغم هو من رئيس مجله كبيره جدا. الناس دي كلها بتعتبر الكيس ستادي تعمل بيها كتاب، لكن تروح تعمل لي بحث علمي، لا 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 لا, لا كده ده قله ادب. اوكي فيعني انا واجهت الموضوع دوت كيس ستادي في مجتمع بوستفيست خطر جدا. فاول حاجه تسأل إذا في إمكانية طارق أنت بتكلمني طارق؟ نعم في سؤال بسيط. أمني الله يسعدك. الكيس ستادي مرات إحنا بنشوف أبحاث عنا في بلادنا، دراسة حالة على قطاع النسيج، دراسة حالة على مش عارف شو، هي هاي الكيس ستادي ولا الأسماء متشابهة؟ ده بس هو بوست بوستفيزم، فعايز يدلع نفسه يعني، قال يعني انا ايه، انا واد يعني راقي يعني، ده فهمتني؟ الكيس ستادي بقت ويف دلوقتي، كل الناس بتقول كيس ستادي، فهو مش عايز يخلع عن مبادئه في نفس الوقت، ايه عارف انت ايه، مودرن كده، بس هو نص نص، انت فاهم؟ يعني هو برضه ايه كده. فهو كيس ستادي مش معناه كيس ستادي، هو معناه بوست بوستفيزم، يعني الرياليتي تختلف بس باختلاف الدوله، هو ده البوست بوستفيزم. هو لما يقول لك كيس ستادي على دراسه مثلا الغزل والنسيج في قطاع المحله مثلا، ده معناه ان هو بوستفيست. اوكي او مثلا شركات محمول مثلا في القنا او في اسوان، فده برضه بوستفيست. هو لو بيعمل ايه كيس ستادي على منطقه معينه في ظروف معينه، بيعمل لها حدود البحث معينه عشان يبقى هو بوست بوستفيست. لكن متدارك، ما بقولش ان هو غلط، انا ما بقولش ان هو غلط. اوكي ده موجود ومتدارك ومستخدم وبيستخدموه في اماكن كتير، لكن يعني كلمة كيس اللي أنا بعنيها هنا قد تكون مستفزة بالنسبة لهم، إن أنا بكلم شركة واحدة أو شخص واحد أو أسرة واحدة أو مدرسة واحدة أو فصل واحد. الكلام ده شوية يعني مستنكر عند ناس كتير. على الريسيرش ميثودولوجي أنا ما بقولش أنا مع مين، أنا بديك مدارس مختلفة عشان تعرف تتكلم مع مين إزاي. فعايزين نشوف الناس دي بتشتم إيه، وعشان كده أنت لو بتعمل كيس ستادي أنت محتاج تعملك سيكشن تدافع عن نفسك ليه كيس ستادي، لان لو جه واحد قليل الادب ضربك في الكيس ستادي انت سقطت في الدكتوراه، وانت وارد تعرفش مين هيمتحنك في الامتحان في الفايف. اوكي فوارد جدا يجي لك واحد بوستفيست ويمتحنك ويقول لك لا انا مش مقتنع باللي انت بتقوله ده.
فهو ما فيش حاجه اسمها صح ولا غلط في الريسيرش، احنا هنتفق على كده، في منطق قدام منطق، انت كلمني بمنطقك وانا ارد عليك بالمنطق بتاعي، فانا لازم يكون عندي الحجه ان انا اعرف ادافع عن المنطق بتاعي. تاني حاجه اهو ده بقى المنطق بتاعي، الكيس ستادي بيربوسز، في اسئله ما تتحلش غير كيس ستادي، خلي بالك من كلمه اسئله، وده برضو السلاح القوي اللي يلعب بيه دايما السؤال البحث بتاعك، في اسئله هي ما تتحلش غير كيس ستادي، والله لو عملت ايه حاجه زي هاو دي يستحيل تبقى كوتشينير، يستحيل انتهى قفلت الباب خلاص، يعني تعالى كلمني انا بجاوب هاو، جاوبني هاو بقى، ها فرضيات، يلا بقى ايه ايه وريني بقى هتعمل هاو دي ازاي فرضيات، انتهى الموضوع. فانا عندي اسئله ما فيهاش كلام، هي هاو، وعشان افهم محتاج دبس، وعشان افهم دبس محتاج ان انا اخش شويه، ومحتاج ان انا افهم الموضوع من جميع اركانه، وهي دي الحاجه الوحيده اللي تديها الكيس ستادي. انا عشان كوتشينير اللي انت بتتكلم عليه الزعبولة ده هوت واحد من كل شركه، انا عايز افهم الموضوع بعمق، واحد ده مش هيديني بعد في التفكير ولا عمق في التفكير، وممكن واحد ده بيكذب عليا ولا بيضحك عليا ولا بيقول كلام زعبولة، انا عايز اسمع واعيش التجربه بنفسي، انا عايز اشوف المعلومه ومصادرها المختلفه، تريانجوليشن، انا محتاج اشوف ويب سايت واشوف ريكوردز واشوف فاينانشال داتا، واتكلم مع ناس، واتكلم مع عملاء، اتكلم مع موردين، اتكلم مع ناس كتير، فافهم بشكل افضل الظروف. الكويشنير بتاعك ده واحد مش مركز يروح يجيب لي تك 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 كده وخلاص، قول لي فاليديتي ريلايبيلتي على نفسك يا ابو، بس ده واحد في الاول وفي الاخر قد يكون كلامه صح ولا غلط. اوكي، ففي ردود قله الادب ممكن ارد عليه برده، اعلمه ادبه برده، يعني هو يجي يقول لي انا ممكن ارد عليه يعني. فانا عندي ايه البيربوسز بتاعت الكيس ستادي ديت اللي بتسمح لي ان ادافع عن نفسي في وقت الايه الازمه دي. ثالث حاجه هي انواع الكيس ستادز. طارق دلوقتي قال لي في كيس ستادي بتعمل على قطعه معينه، ده موجود، هنتكلم عن في انواع ثانيه، في انواع ثانيه، في نوع صغنطط، في نوع كبير، في انواع، في ناس شاطره برضه في كيس ستادي تعمل شكل اكسبيرمنت، يعني ايه؟ تيجي كيستين، كيس وكيس، كيس بتروح تجرب وكيس تسيبه زي ما هو، ونقارن فصل مثلا عملنا طريقه تدريس جديده وفصل من غير طريقه تدريس جديده، ونشوف قبل وبعد في الفصل والفصل الثاني الاداء بيحصل له ازاي ككنترول فاكتور، يعني كعوامل تثبيت. فانا عندي هنا انواع كتير من الكيس ستاديز، وفي ناس بتستخدم كيس ستادي دي تو فاليديت زي ما اتكلمنا عنها بتوع الايه؟ بتوع الانتربريتيف بيستخدموها تو فاليديت، بس مش هنا، انا دلوقتي النهارده هتكلم على ايام، اوكي؟ فكيس ستادي تو فاليديت دي بتمشي مع مين؟ مع الانتربريتيف، دي ستيك ويلشن، فانا مش هتكلم عنها النهارده، انا النهارده هتكلم على كيس ستادي اللي واخده طعم البوستيفست، النهارده كله من كتاب ين. كل اللي انا جايبه ده سرقه من ين، اوكي؟ يعني ده مسروق كله، مش انا اللي كاتبه ولا مؤلفه، انا مش يعني انا راجل طيبه خدته كده منين، حطيته في لخصته كتاب ين بس. اوكي، الكيس ستادي انكويري، الانكويري بتاعها بيمشي ازاي؟ اوكي، والبيربوس بتاعت الكيس ستادي، اوكي، والكيس ستادي امتى تبقى بريفيرد، امتى تخش خناقه تقول النقط دي مش هيقدر يجيبها لي غير الكيس ستادي، وريني بقى هتعرف تعمل معايا ايه. بعد كده ودي حاجه مهمه جدا عشان احنا بوستيفستيين، فعندنا معايير لجوده البحث بتاعتنا لازم نتكلم عنها ونشوف ازاي هنطبقها في الكيس ستادي ريسيرش. ها نخش نضرب، في حد عنده اي سؤال الاول او اي تخوف او هاجس او حاجه مقلق منها او يقلق منها؟ نتكلم مع الفريق كده قبل ما نخش في التفاصيل احسن اكون حد سرحان. تمام اهو، حد رد علي ايمان اهو في 13 4 5 5 6 9 4 تمام 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 يا دكتور، تمام رحمة. مرة تمامت، طارق إيمان ممتاز، رحمة ممكن تكون مشغولة شوية، هناء هناء تمام دكتور توكلنا على الله. تعال نخش بقى على الايه الريزون فور تراديشنال، ها الايه الشتيمه اللي بيشتموها لنا دايما. اول حاجه يقول لك lack of rigor، كلام مش rigor enough، مش محترم كده، الريسيرش بتاعك كده مش ملوش معايير محترفه كده، راح تتكلم كده عند اصحابك وخلاص، راح لمحل ابوك وتقول لي كيس ستادي، ايه ده؟ ايه الصياعه دي؟ راح ده انا رايح لمحل ابن عمتك وقاعد عنده شويه تقول لي انا عملت كيس ستادي، الصياعه يا جدع. Confuse the case study teaching
with case study research. ناس كتير زي ماهر مثلا بيخلط جامد قوي ما بين case study اللي بنستخدمها للشرح والبروفيشنال والcase study اللي بنستخدمها لأهداف أكاديمية. فتلاقي دايما اللي عنده background professional بيبقى بيعمل case study، بس النية من case study بيعملها علشان يدرسها للطلبة، أو يعملها مثلا عشان يشرح منهج strategy مثلا، أو يشرح منهج project management، أو يشرح منهج مثلا أسلوب تدريس للطلبة، فيقول لهم مثلا احنا عندنا case study في مدرسة كذا وعملنا كذا وطلعنا كذا. ف case study research غير case study للteaching. هل في فرق؟ طبعا في فرق بين الاثنين. case study للresearch احنا دلوقتي نتكلم باسم مين؟ ين. اوكي، مفروض بالcontribute to the theory، تبتدي من الثيري وتقفل على ثيري. بينما الكيس ستادي في التيتشنج بتركز على ان انا باكد وجهة نظر، بكونفيرم ايديا معينة، بقول لهم وجهة نظر وبخلهم يدسكسوا ايديا معينة. الكيس ستادي للريسيرش هدف مختلف عن الكيس ستادي للتيتشنج. فكلمة كيس ستادي ناس كتير بتفهم ان هي تيتشنج مش الريسيرش. ايه كمان؟ قضية الجنراليزيشن. انت رحت جبت لي كيس واحدة، هتجنراليز ازاي يا جدع انت؟ يعني احمد غريرة مثلا لما يروح يدرس مثلا اللي بيحصل في ليبيا، هيقدر يجنرالايز الكلام ده مثلا على السودان ولا مصر ولا اسكندرية ولا لا، الكلام ده على كيس معينة. حتى المشرف او الاكزامينر بتاعي بيغلس عليه يقول لك حط لي معمر القذافي. ده معمر القذافي واحد بس، ده انت كده بتقتل لي اي نوع من الجنراليزيشن في التفكير بتاعك. بتقول لي كونتكست معين، ظروف معينة، اشخاص معينة، بتقلل قدرتي على تعميم النتائج دي. فده كلام يكون نظرهم منطقي جدا. They are too long and results are massive unreadable documents. لما تروح تعمل كيس ستادي بيبقى عندك ملفات كتير واوراق كتير وبتسمع كتير وبتشوف كتير وبتتكلم كتير وبتلم افكار كتير من ناس كتير. طيب يعني هتبقى too much overload، وهيبقى عندك نوع من كمان الايه الاستعباط، تاخد اللي انت عايز تاخده وتخبي اللي انت مش عايز تاخده. فيعني في نوع كده تحس ان فيها نوع من قله الادب كده، ان انا لو عايز من الاخر افبرك الرساله هفبرك. خلي بالك من الكلام اللي بقولك ده، لان انا بقوله لك من كلام اكزامينرز بيمتحنوا طلبه. فبتتعامل كيس ستادي ده ومشرف قليل الادب ممكن يحسسك ان انت مفبرك النتائج، وان انت مفبرك التحليل، وان انت مفبرك القصه. طب بترد عليه ازاي الانسان مش محترم ده؟ قول له انا مفبرك يا جدع. اهم حاجه بتكونتريبيوت للسير ولا لا؟ انا مفبرك يا جدع. خلي بالك انا 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 بقول اللي انا شايفه. طب ده رد قليل الادب، مش عايزين يا عم انجد الاسلوب الوحش، داخلين الاسلوب مؤدب. اسلوب مؤدب عندنا بقى الفاليديتي والريلابيليتي هنتكلم عنها تحت، وعندنا الايفيدنس تحت، وعندنا طرق منظمه للتحليل والتفكير. لكن الرد الاولاني القليل الادب اللي انا قلته ده اللي بيقوله ستيك وولشم. ستيك وولشم وجوبا كان وجهه نظرهم لما تيجي تكتب انتربريتيف، انا حتى ممكن اكون مقلل في القصه ادام هي ميك سنس وفي دليل على اللي انا بقوله. فكون يكون في دليل ده شيء كويس، وكون الدليل ده ليه معنى ده شيء كويس، بس مش شرط ان انا بحكي الحقيقه كامله، لان عشان احكي الحقيقه كامله هتكون تور كومبليكيتد ان هي تكون ليها معنى. ها، داتا كولكشن بروسيجرز ار نوت روتينايزد. يعني ايه بقى؟ الاسلوب بتاعك في داتا كولكشن ما بيبقاش سيستماتيك، ففي نوع من ايه الثغرات ان انت ممكن تستعبط او تفبرك او تزق، او يبقى في نوع من الانحيازيه في التفكير. حد يفكرني كده، القصه دي بيواجهوها بتوع الانتربريتيف كتير وبيسموها حاجه بحرف الار. حد فاكر؟ الريفلكسيفيتي. برافو عليك. فدي مشكله مع اي حد انتربريتيف هيواجه نفس المواجهه دي. اوكي، انت بتفهم اللي انت عايز تفهمه وتقول اللي انت عايزه. انا معاك ان انت انتربريتيف على عيني وعلى راسي، بس ده بحث، الناس تقول ده بحث علمي فهتخش في قصه كبيره، فعشان كده لازم الريفلكسيفيتي قضيه بيواجهها اي حد انتربريتيف. كيس ستادي بنستخدمه عشان ايه؟ علشان تو ديسكرايب، عشان تو اكسبلور، وعشان تو بي اكسبلناتوري. طب خلينا واحده واحده كده. تو ديسكرايب ان انا اشرح حاجه معينه، هل دي تفيد البشريه بحاجه ان انا اشرح حاجه معينه؟ يعني هل ده بقى فيه، خلي بالك لما اقول contribution to knowledge باللغه البيزنس، هل هيبقى ليك قراء من الاخر كده؟ هل انت في حد هيحب يقرا لك؟ هل الكلام ده ممكن حد يستفيد منه؟ هو ده معنى كلمه contribution to knowledge، من معنى السوق. يعني لما انا اشرح ازاي احمد بيشرب عصير قصب، هل دي حاجه مهمه قوي للبشريه؟ يعني مهمة للي بيشربوا العصير كلهم.
ما هم العاملين في القطاع هياخدوه كنموذج ممكن الاكسبلانيشن او احمد بس يعني احمد ما اعصابه بايظه مثلا فماسك كوبايه كده مثلا او مشدود او قلقان زي الناس تاني كتير ولا لا مش عارف احمد ده حاجه كبيره يعني بالاصل يعني لكن لو يكون احمد غالي حاجه مختلفه طبعا لو هو ايوه ده النقطه المهمه بقى اللي بقولها لما بيكون الشخص ده حاجه كبيره قوي الناس بتبقى مهتمين زارا رولز رويس ايرباص عمرك شفت بحث علمي مكتوب كيس ستادي على محمد احمد بتاع فول طعميه صعب قوي صح لكن بنلاقي دايما ابحاث بتقول كيس ستادي على زارا على رولز رويس على ايرباص على بيجو يجي بقى واحد قاطر اوكي تيجي مهره دلوقتي تخلي معاه تقول لي املك كده في نوع من العنصريه ايه يا مهره ليه بتقول كده تقول لي اه محمد احمد عندي بتاع الفول والطعميه بتاع اسكندريه ده اكله كده انت تيجي تقول لي تسويه بذره ذره ايه وبتاع ايه ده حتى لبسهم وحش ودي قضيه فعلا حقيقيه ده كلام حقيقي الديبيت ده حصل كتير في الليتريتشر وفي قضيه جامده جدا بيسموها ديسكرونايزنج ريسيرش ان الـ ان الكيس ستاديز اللي باسماء عربيه بتاخد ديسك ريجكشن والكيس ستاديز اللي باسماء اوروبيه بتاكسبت على طول ودي قضيه فيها ابحاث اتنشرت فيها كلام كتير جدا اتنشر فمهما ان انت بتقول لي شيفورليه منصور مين منصور بتاعك ده اقفل يا جدع فدي قضيه بتواجهنا كلنا كعرب لو عايز تعمل كيس ستادي على شركه عربيه الكيس اتقفلت طب انت يقول لي ما رولز رويس اهي يا عمي اقول له لا ما هو رولز رويس ديت رولز رويس فكونك تعمل كيس ستادي على شركه عربيه عاديه انت ما فيش امكانيه للنشر بسهوله ولا حد يحب يقرا لك ولا حد يحب يفكر فيك لكن لما تيجي تقول لي رولز رويس بتعامل ازاي مع العملاء بتاعتها في مليون شركه هتبقى مهتميه تعرف ازاي هي بتتعامل مع الشركه بتاعتها حتى لو الاكاديميك كونتريبيوشن تو ذا ثيوري ليميتد والله الكاتب لو حط طعم السيري كده كام ليتريتشر كده ريفرنس هتبقى مقبوله اوكي برضه الكاتب مهما كان هو ديسكربتيف محتاج يوصف الكلام ده في الشكل اللي ممكن يضيف للليتريتشر في الاخر لكن ما بيحتاجش قوي بس اسمه ايه رولز رويس انتهى الموضوع اسمه ايه وزاره الدفاع الامريكيه انتهى الموضوع اوكي فده الديسكربتيف ده شويه خطر وشويه اخر عايز واسطه او قوس عشان تقدر تنشر بسهوله من الاخر يعني فانت خليك ابن بلد كده واعرف اللي تعرف تلعب فيه الديسكريبتيف صعب جدا ان واحد عربي طبيعي ينشر ديسكريبتيف على كيس عربيه طبيعيه انا ممكن انشر على ال NHS سنه التامين الصحي البريطاني لكن صعب شويه تنشر على التامين الصحي المصري اوكي مين هيبقى مهتم بيك اتقلت لنا كتير قبل كده يعني بقول لك من خبره برضو بتقول لنا انا يهمني ايه الشركه دي في مصر ولا في السعوديه والله الايديتور قال لي كده الكلام ده انتريستنج انا يهمني انا مش مهتمه بالكيس بتاعك دي زي انت بالظبط تقرا في جزر البهاما كده شركه في جزر البهاما عملت حاجه هتسمي انت تراها طيب دكتور ايش معنى لما نعملها عندهم تصير لها اهميه عشان المجلات اللي ننشر فيها لهم ولا كيف يعني يعني ما يقولوا ايش ما يعني ايش يهمني انا في السعوديه او ايش يهمني انا في مصر طبيعي الطالب بينشر على الشيء اللي هو يعني مثل ما تقول يهمه اه طبعا اللي يهمك بس مين اللي يقرا لك السوق العربي في القرايه قليل والشركات اللي بتدفع في الابحاث العلميه العربيه قليله فالاديتور في الاخر في الاول في اخر بزنس في الاخر هو عايز قراء وعايز فلوس فهمتني فهترفض لك البيبر هيبقى صعب جدا تنشري لو انت الديسكربتيف لو بتتكلمي مثلا ايه مستشفى ام المؤمنين مثلا او مدرسه ام المؤمنين في طنطا مثلا ايه مدرسه ام المؤمنين في طنطا انا مالي انا انا مالي انا العيال بتعمل فيها ايه الا اذا بقى في حاله خارقه طفل خارق طفل عقلي طلع في الاعلام والناس مهتمه تسمع عنه فلما تنشري بحث عنه واو هيتقرا لو كتب هلابولا هيبقى انا اعرف واحد اردني عمل كيس ستادي مفروض نظريا مش مهمه بس هو الواد عمل حركه صعبه جدا وجاب برنامج تعليمي في الاردن وده طبعا صعب جدا نشر في مجله 3 ستارز و 4 ستارز بس عبقري ربطه بالام اي تي والله العظيم الديسكريبتيف داتا اللي شرحها والله ما تتنشر في كونفرنس بس هي الصياعه ربط نفسه بام اي تي وبقى كيس على الام اي تي مقارنه بايه هو ما سماش بقى الاردن بقى سمى السيستم بتاع الدول العربيه عشان يفخم نفسه يعني فعمل له قراء ليه بتوع الام اي تي وامريكا هيقرا له مش هم بتوع الدول العربيه
هي الموضوع في بوليتكس ديسكريبتيف كيس ستادي موجود، لكن انا ما انصحش ان احنا نخوض فيه كتير لان خطر والبابليكيشن بتاعته شويه مش سهله، مش حد هيحب يقرا لك في الاخر الابحاث بتاعتك دي الا اذا لو في حاجه خارقه قوي، حد يعني قذافي مثلا ازاي بيشرب ميه، يا نهار اسود، ممكن الناس دي تبقى مهتميه لعلماء النفس مثلا او علماء الاجتماع يفهموا الشخصيه دي عملت ازاي، ممكن. لكن ديسكريبتيف على مكان عادي صعب جدا تنشر فيه، واصلا كلمه ديسكريبتيف في الريسيرش اصلا يقتله، يعني انت مجرد ما تقول ديسكريبتيف كده في الريسيرش انت قتلت البحث بتاعك اصلا. ففكره انك تعمل ديسكريبتيف ده فكره عايز واسطه وقوسه من الاخر عشان تلاقي لها اكسس ونشر. تيجي بقى الاكسبلوراتوري، بنعمل ديسكريبتيف شبه الديسكريبتيف بالظبط، انت راح تكسبلور زي ما انا شفته ما شاء الله بعتوا لي الاسئله بتاعتكم، فبقى اكسبلور العوامل بتخلي طالب شاطر في السعوديه، وانا مالي يعني، انا مالي انا شاطر ولا مش شاطر في السعوديه، انا مالي. فشويه المجلات العلميه هيبقى عندها نوع من الايه، من التحيز ضد الافكار بتاعتي. ممكن انا لما اكسبلور ظاهره جديده قوي وانا بكتبها بحكمه وبذكاء، يعني مثلا اقول ايه، مثلا ازاي الطالب السعودي ذكي وازاي اوروبا ممكن تستفيد من التجربه دي، هوبا فتحت لك باب قراءه. ودايما تريفليكت نفسك من الويست والايست، ويست والايست، عشان تدي نفسك ايه، ها، مقارنه ما بين وضعك ووضعه ووضعك ووضعه، فتقدر تاخد ليسونز من الكونتكست بتاع السعوديه وتديها لهم، او تتكتب بشكل يسمح ان شركات اجنبيه اوروبيه تفتح في السعوديه او تبيع في السعوديه، ده هيتنشر. لكن انت تكسبلور لصالح السياسه السعوديه، انا بقول كلام وحش انا عارف، بس بقول لكم الواقع. انا برضو خلي بالكم انا مش عايز اشرح كلام اكاديمي اقرا لك الكتاب، ملاش معنى، انا بقول لكم واقع الريسيرش بيمشي ازاي، اوكي. فالاكسبلورتي بص كده وخلي عندك قوه ملاحظه، شوف لي المجالات ال 3 ستارز و 4 ستارز، نشر اي حاجه اكسبلورتري في العالم العربي صعب قوي. انا اتحدى حتى مشاري، شاري ده راجل كبير في السعوديه، بروفيسور كبير ورئيس مجله كبيره علميه في هنا في بريطانيا، اوكي. لما عمل السيستماتيك ريفيو، هو من العرب القليلين اللي قدروا يعملوا ابحاث قويه كده في كريتيكال سكسس فاكتور، ما اكسبلوراتوري منها ابحاث كريتيكال سكسس فاكتورز اللي هي عامل النجاح الرئيسيه. فلما هو عمل كده راح عمله فين؟ ما عملهاش في السعوديه، راح جابها فين؟ الدول الاوروبيه. انا اتحدى لو كان عمل كريتيكال سكسس فاكتورز في السعوديه كان يستحيل جدا، صعب جدا ان هي تنشر. برضو انا هكون برضو صريح، في مجلات دلوقتي سيطر عليها العرب، في مجلات دلوقتي سيطر عليها العرب، محتاج انت تعرفها، بدات تقبل الابحاث دي، اوكي. فانت محتاج تعرف ايه المجلات اللي بدا العرب بقى لهم نفوذ فيها، وده لسه قليل جدا 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 جدا. وبالتالي الاكسبلوراتوري صعب تطلع منه بيبرز، وصعب تقنع اللي قدامك ان في contribution to knowledge، الا اذا بقى وصلت المرحله دي، وده دايما ده انا بنصح فيه، وده اللي انا انصح بيه. هنا بقى تخش نعلم في اي مجله، هنا بقى ده الكلام، ايه بقى explanatory. نرجع بقى احنا بوزيتيفستيين تفكيريين، فلما تلاقي علاقه ما بين شيئين العالم كله هيهتم ان هو يعرف العلاقه ديت. اسلوب التعليم ده يزود الذكاء، كله هيهتم، حتى لو كيس استدي على السعوديه على طالب السعودي مفيش مشكله، التجربه الناجحه الحلوه بتاعه السعوديه دي ممكن نكررها في بريطانيا او فرنسا او اسبانيا. فلما تاخد اكسبلوراتوري انت اعصابك مرتاحه، بتكونتريبيوت تو ذا ثيري. العالم دي مش بتكونتريبيوت تو ذا ثيري حقيقي حقيقي بحق ربنا، يعني الولد ده والولد ده من الاخر لو نشر فبنشر كوسه واسطه، من الاخر بجيب لكم من الاخر يعني. ليه؟ هو بالتعريف العلمي هو مش بيكونتريبيوت لاي ثيري اصلا. وانا بيقول لي مثلا الكريتيكال سكسس فاكتور للتطبيق مثلا النظام تعليم مثلا كوبس ولا بتاع، ايه اللي انا استفدته؟ دي عوامل مختلفه بالزمان والمكان والظروف والبني ادمين، واصلا علميا مش منطقيه. ليه؟ لان انا بعمل كريتيكال سكسس فاكتور على 20 طالب 30 طالب، ممكن العيال دي في مدارس جرامر مثلا او مدارس غاليه او مدارس فقيره او مدارس، يعني في مليون فاكتور صعب الدراسه تدرسه وصعب الدراسه تشوفه. فالكريتيكال سكسس فاكتورز ريسيرش بيتنشر للناس الكبار، واحد زي ديفنبورت مثلا، ده بروفيسور في هارفارد، يا سلام. ديفنبورت لو كتب زعبولة القلة في المجاري الناس هتسقف له، في ناس كده لو كتبوا هبلولة الناس هتسقف لهم، لكن احنا مش ناس كده، احنا ناس غلابه، فاحنا ما ناخد الطريق الصعب زي ما بيقولوا كده، احنا دايما ناخد الطريق الصعب اللي هو مين؟ الابحاث العلميه اللي على مظبوطه. فما تتاثرش بناس كبار بيكتبوا، في ناس كبار بتكتب
هو مش همه conceptual paper قاعد كده بالليل بيشرب شاي وبيكتب حاجة اسمه كبير بيقرأه انتهى. فالموضوع صناعة. احنا بقى بتاعتنا احنا بنعمل العلم بقى لحد ما نكبر كده وبعد كده نقعد نفتي ونهجص بقى. فالاكسبلينتري ده بقى البحث اللي احنا نقدر نعتمده علشان تخش تاخد دكتوراه. حدش اللي كلمه يقول لك التجربه دي في السعوديه، اقول له ايه المشكله؟ حد عمل حاجه زي كده في العالم قبل كده؟ يسكت، اقول له بس اسكت خلاص انتهى الموضوع. كان قصه ان انا اقول بس انا هروح استكشف الحاجات في السعوديه هخش في مليار سينوجين وارجع تاني اقول لك هم مش مهتمين بالسعوديه ولا مهتمين بمصر ولا مهتمين باي دوله من الدول العربيه، هم مهتمين بالقراء. 80% من القراء اللي بيقروا في العالم هم في اوروبا وفي امريكا، بالتالي القراء العرب من تجد عن 10-20% دول لا يمثلون هنا قيمه كبيره. اوكي، فاحنا ابحاثنا دايما بتتجه الى الاكسبلينتري وهو ده المذهب السائد وهو ده المذهب اللي تلاقي فيه بيبرز كتير بتنشر فيه، ان انا اطلع كيس ستدي واكسبلين فينومينا بكيس ستدي. وده برضو خلي بالكم اللي ركز عليه ان كتير يعني الديسكريبتيف والاكسبلوراتوري، لان لما قالهم من باب العلم بالشيء، بس هو ما استفادش فيه في الكتاب ولا الكتاب شرح فيه كتير، لان ده معروف ان ده لاولاد الناس الكبار بس. كيس ستدي انكويري بقى هنا بقى مستو ان انت ايه بتخليك تفهم السيتويشن كويس، بتخليك تفهم الايه الفاريبل بشكل احسن، تفهم الوضع بشكل احسن. اوكي، نقطه قويه جدا في كيس ستدي اللي خليك تكسب ان انت دايما وده لازم يكون عندك مالتيبل source of evidence. ده لو مش موجود ما اسمهاش كيس ستادي، انتهى الموضوع. يبقى الكونديشن الاساسي عشان اعرف الكيس ستادي ككيس ستادي لازم يكون عندي multiple source of evidence، لازم مصادر المعرفه تكون متنوعه. حط نفسك في القالب ده يبقى انت كده نجحت ان انت تقدر تنفذ كيس ستادي. لو انت مش حاسس ان انت هتقدر تجمع معلومات من ناس كتير على نقطه واحده، لا انا انصحك ما تسميهاش كيس ستدي، سميها فيلد ستدي، سميها اي حاجه ثانيه. اوكي، فالكيس ستدي هو ان انت بتجمع معلومات من اماكن متفرقه ناحيه نقطه واحده. عشان كده لما جه طارق قال لك ايه كيس ستدي على قطاع الغزل والنسيج، اللي بيكتب كده تلاقيه عند غالبا عنده تشابتر في الرساله، هي شابتر بيتكلم على الصناعه وياخد السكندري داتا بتاعت الصناعه وارقام عن الصناعه والجرانين والاخبار عن الصناعه، فبيعمل حاجه اسمها contextualization، بيبني context. فأحد أساسيات الكيس ستادي إن أنت تقول إيه النقطة محل الدراسة فيها، unit of analysis بتاعتك، الكيس أصلا دي المعلومات دي لازم كلها مظبوطة في حتة معينة، تاخد معلومات كتير على نقطة معينة. أوكي، أنا عايز أفهم ليه الشركة دي ناجحة، إيه جمع بقى معلومات من كل المصادر بتاعتك على النقطة دي. فبتعمل إيه بقى؟ بتعمل حاجة اسمها triangulation، نتكلم عليها كمان شوية بالتفصيل. تريانجوليشن يعني ايه؟ تعمل تريانجوليت، بتدخلها كده، بتدخلها من اكتر من حاجه في وقت واحد. ها benefits from prior development للنظريه بعد كده. فميزه الكيس ستدي في وجهه نظري ان انا ممكن استخدم السيري عشان ابني عليها. يبقى وجهه نظري ان purpose of case study او explain the causal link. يا عيني على الجمال، شوف بقى كلام ين بقى لما دخل في خناقه بقى. هو احنا متفقين ان ان العلم عباره عن مجموعه من النظريات والنظريات هي مجموعه من العلاقات. طب انا كيس ستدي بص بقى رايح اختبر، صعب يا عم تختبر قوي. طب انا رايح افهم العلاقه وليه في علاقه، مين اللي عمل كده؟ افتكر مين اللي كان بيقول انا براجماتيك براجماتيك براجماتيك، كان في حد قاعد يقول انا براجماتيك كتير، تقريبا رحمه تقريبا هي ايوه انا براجماتيك. ايوه هو ده بقى البراجماتيك اللي انت بتتكلمي فيه، انت كيس ستدي بقى. اوكي، اللي هو ايه انا رايح اختبر انت. معلش دكتور، يعني كل واحد براجماتيك لازم يكون كيس ستدي؟ لا انا بتكلم على الكيس بتاعتك انت، انا ما قلتش كل الناس، لا طبعا لا في براجماتيك كتير، لا انت كيس ستدي ين، يعني انت طريقه دماغك انت احسن كتاب تذاكريه وتمشي عليه بالنص هو ين. اوكي، انت ماشيه بالظبط في كتاب ين، تفكيرك ومنهجك هو كتاب ين في الكيس ستدي ريسيرش. وانا دكتور برضو ماشي على ين وعامله معي هنا في الـ as a reference، واخد كيس ستدي يعني ليبيا كيس ستدي. كلامك مظبوط، بس انا اقتنع ان انا في وجهه نظري انت بوست فيست مش ين قوي، يعني لو انا قلت ين بقى كذاب اضحك عليك بصراحه. يعني انا شايف ان انت باسئلتك بتفكيرك انت ايكونومكس بوست فيست، بس بوست فيست، فانت عندك متسم سكندري داتا او ممكن تستخدم حاجات كتير، بس انت بوست فيست، لان
الطعم بتاعك كبير شويه، فممكن يعني طبعا، بس انا كذاب بصراحه. يعني هو ين حلو، اوكي ين حلو، انت ممكن برضو، انا ما اعرفش، انا ما شفتش تفاصيل السيره بتاعتك، فانت ممكن تكون ين وانا ما اعرفش، بس اللي انا شفته ما شفتش كتير بصراحه. انا بحكم احكام كلها خاطئه عنك، لان انا عندي كل اللي اعرفه عنك 4 اسئله بس، وانا شفت بروبلم ولا شفت كويتشن ولا شفت تفاصيل يعني نوليدج جاب ولا ميثودولوجي، فانا ما اقدرش ادي يعني نصيحه. لا انا شاعر من اول من اول من اول درس ان انت مستقصدني، يعني انا شاعر. فهو ين، هو وجهة نظره فرصة ان انت تشوف البيئة كويس وتفهم الكونتكست كويس وتفهم الظروف اللي حصل فيها التجربة وتفهم التغيرات اللي بتحصل وتفهم ايه ردود الفعل المختلفة. هو ده ملخص ين، سواء كنت بتعمله كده او كنت بتعمله كيس كده وكيس فاضية. اوكي، فممكن تعمل كيس كده وكيس فاضية بحيث تشوف الناس دي بتلاحظ وبتلاحظ هنا، بحيث تشوف بس الديفرنشال فاكتور. كان عباس العقاد قال كلمه جميله قوي، عباس العقاد كاتب مصري قديم، قال كلمه جميله قوي، قال لك عشان تعرف بيتك كويس لازم تشوف البيوت الثانيه. ودي نظريه الكنترول فاكتورز في السيري عامه، انا لازم لما اجي اشوف التاثير او التغيير او التغير محتاج ان انا ابص على حاجتين ات ذا سيم تايم، ابص على الكونتكست اللي بعمل فيه الانترفينشن وابص على الكونتكست اللي انا مش عامل فيه الانترفينشن واقارن ما بين الايه التو كونتكست. فده مشهور. او واحد ما يقدرش يعمل كيس واحده وياخد لينكتيودينال ستادي يشوف بيفور وافتر ويبدا يفولو اب، وده مش حلو قوي لكن متاح. وفي ناس تانية بتعمل حاجه احلى واحلى زي ما عملت امل، عملت ايه، راحت جابت كيس وكيس وشرحت دي لوحدها وشرحت دي لوحدها، عملت فريم ورك هنا لوحدها وهنا فريم ورك لوحدها، وراحت واخده الكروس سيكشن اناليسيس ومطلعه رسمه تشرح فيها الكيس دي والكيس دي مع بعض. فعملت حاجة اسمها differential factors و common factors، ودي برضو موجودة عندي هنا، ان انا بشوف السيري هنا ايه والسيري هنا ايه وحاول افهم ليه في اختلاف ما بين التو كيسز وطلع framework يقدر ايه يفهم لي القصة احسن. فهو القصة الكيس study بتساعدني او ان انا افهم كيس study، انا ما اقدرش اختبر قوي، مش بنية اختبار بحت اللي اذا كانت الاكسبيرمنت كوازي اكسبيرمنت حاجه ثانيه، لكن ممكن تبقى كيس ستدي وكوازي اكسبيرمنت وتبقى كيس ستدي، وان انا اقدر اكسبلين بشكل افضل. ديسكرايب الانترفينشن بشكل عميق، خاصه لما يكون انترفينشن كبير صعب ان انا اعمله كوتشنير، يبقى انا محتاج ان انا اشوف فعلا لما الواد خد بالقلم على وشه كده اهو ايه اللي حصل وشكل القلم وازاي صوت وازاي ضرب وازاي زعق والناس عملت ايه والدنيا كانت عامله ايه، والدنيا كانت حر ولا ساقعه ولا كان عرقان ولا كان مبلول ولا تقدر تفهم الايه الكونتكست بتاع ضربه القلم ديت. فنفس الكلام الانترفينشن ده، مش كل الانترفينشن شبه بعض ولا تصمم بشكل بعض، كان الانترفينشنز الكبيره ده يختلف عن الحاجات اللي هي كيس اللي هي الايه الكوتشنير، انا بقول مثلا سعيد تفاحه مش عارف ايه الحاجات السهله دي. Illustrate certain topics within an evolution، فبتشوف نقط معينة خلال المراحل، وعشان كده لازم يكون عندك conceptual framework عشان تلاحظ العملية التحول والتغيير وبيحصل ايه. Explore situations where intervention has no single output، تحس كان هو قاعد يشرح اللي بتقوله رحمة بالظبط، نفس كلامها بالظبط بالظبط بالظبط، يعني هو يعني هي تحس ان هي واخده منه كده وعامله الميثودولوجي بتاعتها عليه بالظبط. اوكي، فهنا بتاكسبلور، كان هي مش بتعمل انترفينشن عشان تختبر بس، هي عشان تاكسبلور وتفهم الوضع بشكل اكتر ايه اللي هيحصل في الطريقه دي. ها ميتا ايفالويشن ستدي، ايفالويشن ستدي يعني بعمل ايه، بعمل تجريد وبحلل بشكل مفصل عن كل حاجه. كيس ستدي از بريفيرد امتى بقى؟ لما يجي السؤال هاو واي، دي وجهه نظر مين عمك يعني، بس انا وجهه نظري واي تدخلك بوستيفست برضه. امتى واي تخش كيس ستادي وتبقى قلبك جامد؟ لو الحاجه ديت مفيش ويل استابليش سيري فيها وفيري كونفيوزنج او في نظريات متعارضه كتير، فبتقول لهم بقى انا هخش لكم بعمق وافهم اللي حصل ايه. انت بتقول كل ما حد ياخد بالقلم يصوت، كل ما حد ياخد بالقلم يصوت، في ناس تانية بتقول كل ما حد ياخد بالقلم يضحك، فبقى نفهم بقى ايه الوشوشه دي يا جدع، بياخد قلم يصوت ولا بيضحك، ايه اللخبطه دي؟ فانا عايز افهم الكونتكست اللي بيحصل فيه القلم. قد يكون الكونتكست ده هو اللي بيخلي الواحد لما ياخد القلم يصوت او يضحك، لو قدام مراته هيضحك عشان ما يبقاش ان هو ضعيف، لو قدام اصحابه يصوت عشان يستدعي النكده. فاه يبقى في عوامل محتاج ان انا افهمها محدش يقدر يقولها لي بالسيري او محدش يقدر يقولها لي بالاسلوب التقليدي.
شفت حته القلم دي بفتكرها كده. اوكي، فساعات كتير يقول لك الانترفينشن موجود بس احنا مش فاهمين ليه في اختلاف ما بين المدرستين في التفكير. فانا بقى هخش لكم بقى في المعمعه واشوف ضربه القلم بتيجي والظروف اللي خد فيها القلم عشان اقدر اثيورايز نيو كونستراكتس اند فاريبلز تو اكسبلين ذا فينومينا بيتر. اوبا، انت كده خدت الدكتوراه يابا وعلمونك وسقفونا خلاص. شوف الجملتين دول هم دول اللي فيهم السيكوزيك كله. يبقى انا لو داخل واي لازم اكون عامل حسابي ان انا لازم في دافع ان انا اعمل واي وان انا اخش جامد. والاسهل والافضل انا في وجهه نظري يعني خليك على هاو اضمن. هاو ما ينفعش بوستيفيست. حتى لو واحد بيستعبط وعمل لي هاو في البوستيفيست هاخده على قد عقله، مش هقرا اصلا السؤال لان هو عنده فرضيات، هاخده على قد عقله خلاص. اوكي، لكن انا بدافع عن نفسي ان طبيعي الكيس ستدي شيء مستنفر وشيء الناس ما بتحبوش وشيء ممكن يسقط. اوكي، عكس البوستيفيست. البوستيفيست يستحيل حد يسقط عشان هو بوستيفيست، يستحيل. اصل العلم بوستيفيست، انتهى الموضوع، ده اصل العلم. عمره تبتل البوستيفيست دول بيعملوا ريسيرش مستدول شابتر 10 صفحة، ما فيش حاجة. انا هعمل كويشنينج سامبل سايز بتاعتي كده، فاليديتي ريابيليتي، خلصت خلاص. التعوير في الـ في الـ في, الـ في البوستيفيست في الاسلوب الاحصائي دي قصه ثانيه، لكن في الريسيرش ميثودولوجي ولا. لكن الانتربريتيف بقى على الاقل يابا 25 30 صفحه يابا، ده فعلي بقى على الكيس ستادي، ده فعلي على الانتربريتيف، ده فعلي على الكواليتاتيف، وده فعلي ان انت بتستعبط وكلمه داتا اربعه بس من الناس، ده فعلي بقى على ورطتك المقدله دي، ولو ما دفعتش كويس تسقط لانك انت ما فيش مبرر تعمله ده. فالانتربريتيف لو هو ما عندوش دافع قوي ان هو يكون انتربريتيف، وارد ان هو يسقط حقيقي، وارد في احتماليه ان هو يتعور فيها، يقول لك طب ما انت كلامك كله فرضيات، طريقه كلامك كلها درست قبل كده، بوستيفيست كان احسن لك، خدت بوستيفيست كان احسن لك، خدت لك ميجر كوركشن او انفيل. انفيل معناها ربنا يحفظنا من الكلمه دي، يعني انفيل معناها سقط. اوكي، فهنا هاو، هنا هاو هو ده المضمون. واي ممكن لو في خناقه وانا عايز اخش بعمق عشان اديهم الكونتكست واديهم التفسير بشكل احسن. اهو ايه كمان يا عم، الانفستيجيتور هاز ليتل كنترول اوفر ايفنتس. لما تلاقي العمليه صعبه وانت عايز تفهم بشكل مفصل، عايز انزل بنفسي بقى اشوف اللي بيحصل، هنا بقى بقول ان في عدم وضوح جامد، والانفايرمنتال فاكتورز كتير قوي، والديموغرافيك فاكتورز كتير قوي، والكونتكست صعب قوي ان انا اكومبريهند او اقدر اكنترول، فانا محتاج ان انا انزل بنفسي واعمل كيس ستدي. When the focus is on contemporary phenomena. لما يكون زي ما قلت لكم حاجة تكون جديدة قوي، اوكي، وما فيش real life context كتير موجود فيها، ما فيش case studies. حتى عارف العلم بيمشي ازاي؟ برضو النقطة دي انا بخاف الناس بيبقاش فاهمها. تعال كده نفهم يعني علم، لان احنا برضو النقطة دي لو انا مش فاهمها لازم افهم انا فين في العلم برضو، لان الحاجة دي مقلقة قوي بالنسبة لي في فهم contribution to knowledge. تعال نفهم كده يعني علم. يجي محمد يلاقي احمد ياخد بالشبشب على دماغه، احمد بيصوت، يجي واحد يقول لا 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 ده واحد ضرب واحد فصوت، يا نهار اسود خمنا يجيب، اعمل لي كيس استدي يا بدر على الحاجه دي واكتب لي اللي حصل. فبيعمل ديسكريبتيف بيدوكمنت حادثه معينه. الامريكان يقول لك ده مش بحث علمي، احنا نقول بحث علمي واعتبر حاجه مكتوبه، كتاب مكتوب في السوق او كده، يعني في حاجه غريبه كده حصلت، كيس استدي واحده. تبتدي الشراره، يجي واحد يقرا كيس استدي ديت تعجبه قوي، فقال لك طبعا هنخش بس نعمل ايه بقى؟ مالتيبل كيس ستادز. فيروح يعملها على اثنين كيس ستادي في وقت واحد علشان يعمل ايه؟ ها، يتاكد من الريلابيليتي والكونفرماتوري بتاعت الريزلتس. عجبته الكلام، والكلام بقى شكله حلو قوي. يجي واحد صايع، اوكي، يبدا ايه يستفهم من الكلام ده شويه ويحولها لفرضيات، يعمل حاجه اسمها كونسبتشوال ليتريتشر ريفيو. غالبا ايه كونسبشوال ليتريتشر ريفيو ده؟ ده واحد بيلم الكيس ستاديز كلها، اوكي، وبيعمل له بقى ايه الثيري بتاعته. يجي كونسبشوال ليتريتشر ريفيو ده لو ليتريتشر ريفيو هو ليتريتشر ريفيو بس انقل على كيس ستاديز او ابحاث امبيريكال على كيس ستاديز، امبيريكال على كيس ستادي، وقعد يلم ايه فكره كده. هنشر الكونسبشوال ليتريتشر ريفيو، يجي احمد غريره تعجبه قوي الكلام ده، يجي المشرف بتاعه يقول بص يا احمد البيبر دي حلوه، بص لي كده عليها كده. احمد يخاف، يجي مهدي يقول لك انا جدع. فيجي واحد يعني لك طب نعمل ايه؟ احنا عايزين نقيس. في واد صايع ابن صايعه كده يعمل بيبر خلاص لايه؟ للكونستراكتس ميجرمنت. ازاي هقيس العوامل اللي قالها محمد في الكونسبتشوال بيبر بتاعتنا؟ يبدا يبني كونستراكتس ليه؟
ويعمل لها كونفيرماتوري فاكتور اناليسيس اكسبلوراتوري فاكتور اناليسيس يعمل بيبر بيه خلاص. بعد كده يجي بقى مين؟ يجي طارق يقول لا 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 ده حلوه انا بقى عندي الكونستراكتس جاهزه اهي ها كل الموضوع حطها جنب بعضها وخد الكونسبتشوال فريم ورك اللي عامله محمود. هبقى ان الكونسبتشوال هنا مش قصدي الكونسبتشوال بتاعت الانتربريتيف اوكي. انا دلوقتي بتكلم على العلم كامل ما بتكلمش هنا على الايه ثيوريتيكال والكونسبتشوال كامل اوكي. فيجي واحد هنا يقول لك لا 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 ده حاجه حلوه قوي يا جدع تعال نربط كده وناخد ايه النظريه اللي قالها الولد ده ها وجهه نظره في الكلام وناخد شويه من الولد ده اصل الفكره ويجي يروح عامل لك ايه بيبر على قطاع معين اللي ما يقدرش يستيف فيعمل ايه بوست بوستيفست وتبتدي الشراره. اه تلاقي بقى كل الدكاتره في جامعات مصر بقى وجامعات الاردن والجامعات العربيه كلها والدول الناميه كلها ها تحبوا القصه دي ايه ده شوف يمسك الواد البربر دي. المرحله دي اوروبا بتقفل يعني انت ما ينفعش بقى خلاص اوروبا هنا خلي بالك بقى تفكير اوروبا عن الدول الناميه تقال لي الكلام ده بالنص من احد الناس الكبار يعني قال لي بالنص كده قال لي تقف عند المرحله دي ممنوع تعمل بحث في بريطانيا خلاص دي بقى تروح الدول الناميه هي اللي تعمل بقى تيجي الدول الناميه هم احنا بقى غلابه بقى المشرفين بتوع ماليزيا وبتوع مصر يقول لك ايه لازم الفرديه فيه خمسه قبل كده يختبروها لو الفرديه ما فيش حد اختبرها ما تستناش يا ابن الكلب انت عبد عند الناس اللي عندك بتوع بره بي بي بي. ده اسلوب انا بسميه استعباد الاوروبا للدول الناميه. ليه الدول الناميه المشرفين بتاعتها كلها بيفكروا كده يقول لك لازم الفرديه حد 10 اختبرها قبل كده فهو بيستعبد تفكيرك ان انت تتابع شخص معين واتفر يعني. فتيجي بقى هنا تنتشر بقى على الارض الايه العالم بقى كل بقى دوله في ماليزيا وفي اسكندريه وفي طنطا وفي محله مصر كل بقى كله 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 بيبر كتير 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 ومجلات بقى 2 ستارز و1 ستارز وتحت بير السلم وزعبول القله ويطلع لك اي ابحاث كتير بقى. يجي واحد ابن كلب بقى حقير حقير بقى الشخص ده بقى هو افجر واحد في اللعبه يجي يعمل الواد ده بقى يروح عامل حاجه كده بيبر اسمها ميتا ستادي اناليسيس يا معلم ده بقى اللي بياخد الزوج ده بقى النظريه بتتكتب باسمه في الاخر يعمل حاجه اسمها ميتا ستادي. ايه بقى الميتا ستادي دي بقى؟ راح جايب لك الليتريتشر ريفيو بتاع كل الربش ده كله الشعب ده كله وعامل لك بيبر مسميها ميتا ستادي. انا عامل ايه بقى سيستماتيك ريفيو بس ميتا ستادي على كل الابحاث اللي اكتشفت الفكره دي وملخصها لك هنا وبقول لك اهوت التاثير بكذا ومعامل بالايه بالسامبل سايز وطبيعي بيقعد يعمل يعني اختبار مصداقيات للبيبر دي كلها وياخد كل ده ويعمل له سكيل هو ويعمل له سيستماتيك ريفيو. اول ما يطلع ميتا ستادي كده علميا اعترف بالنظريه دي ان هي نظريه معترف بها علميا. ودخلنا بقى في قصه الايه تتحول لكتاب في مدرسه في اعدادي بقى ولا في ثانوي ولا في ابتدائي وهو يتحول ان ده علم معترف به لحد ما يجي واد قليل الادب يبدا يكسر في الميتا ستادي ديت ويطلع نظره ثانيه. غالبا الميتا ستادي دي مش بتقفل بس بتقفيل العلم كده العلم بقى ماتشور انف كمان بتدي كمان برسبكتيف زي العلم ده تو بي ادفانسد. اللي بينشر الميتا ستادي ده بيبقى بروفيسور في خلال كده لان دي بيبر دي بتكون ويل سايتد بتعمل سايتيشن بكميات فلكيه ليها. شوف كده اكتب كده ميتا ستادي واكتب اسم العلم بتاعك اي حد فيكم شوف التالنت مثلا ستودنتس واكتب ميتا ستادي انتر اي بيبر ميتا ستادي تالنت هتلاقي سايتيشن عالي جدا جدا جدا. وانا انصحك بقى اللي بيعمل فيوتشر ريفيو بقى شورت كات عشان يخلص ياخد البيبر دي يفهمها كده ويكتبها تاني. ليه؟ هو راجل درس له 70 80 بيبر في النقطه دي فخلاص هو خلص لك الليتشر ريفيو خلصت خلاص. في واحد تاني اللي مش شاطرين في الرياضه لان ميتا ستادي دي قايمه على احصاء ورياضه في واحد تاني بيعمل حاجه اسمها سيستماتيك ريفيو. بس السيستماتيك ريفيو حق ربنا فيها تناقضات كتير فيها مشاكل كتير فما بتكبرش زي ميتا ستادي. السيستماتيك ريفيو مشهوره شويه في بريطانيا بس بتبقى مفيده في النولج جاب وفي بعض المشرفين بيطلبوها طلبه الدكتوراه في السنه الاولانيه يعملوا سيستماتيك ريفيو علشان يطلعوا النولج جاب اوكي. بس الميتا ستادي هي دي اللي بتسمع في السوق جامد جدا وهي دي اللي بتكبر وهي دي اللي بتسمي العلم علم. فالكيس ستادي مكانها الصح هنا شفت بقى كيس ستادي عشان تتعامل هنا انت بتخاطر قوي بتخاطر بتخاطر قوي اللي هو يجي يقول لك كل اللي انت عامله احنا عارفينه انت جاي تعمل ايه الا اذا بقى انت محتاج تبقى اوير جدا باللي اتعمل وهتبذل وقت كتير جدا في الليتريتشر ريفيو عشان تطلع بنفسك بمانجا كده مش مانجا اللي هي الاكل يعني عارف ان انت بتحب المانجا لا بالمانجا يعني ببنقه يعني تهرب كده من الكونتكست وتطلع لك بفكره جديده تبقى ليه دافع ليه الكيس ستادي.
مش بس عشان انا مثلا السعوديه مختلفه عن مصر بقى ده دافع، ده مش كلام مظبوط وما حدش بيحب يقرا الابحاث دي. انا اقول مثلا اصل ايه درست عامل في بريطانيا بس ما حدش عملها في انجلترا، او حد عملها في بريطانيا ما حدش عملها في السعوديه، ده انت بتسقط نفسك، انت داخل بارجمنت سقوط اصلا. انت لو حد قرا كده انت سقطت اصلا خلاص، حتى لو انت عامل حاجه حلوه هو انت بتسقط نفسك لما تكتب كده ان الدراسه دي اتعملت في السعوديه وانا او في انجلترا وانا بعملها في مصر، ما هو انت سقطت نفسك، ده مش contribution knowledge. اوكي، فهمنا فكره العلم بيمشي ازاي. فده دي دايما فكره الايه العلم. طبعا هي سايكل، ليه بقى بتيجي واحد بقى طبعا ياخد الميتا ستادي ديت ويكريتيسايز ويعمل له كيس ستادي جديده ويبدا يعمل نفسه ايه اتجاه، والاتجاه ده يبدا يلف 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 يلف. عشان كده بريطانيا مشهور فيها كيس ستاديز، لان احنا عرفيا في بريطانيا احنا ابهات العلم، يعني بريطانيا دي هي تاسيس العلم، فعشان كده مشهور الكيس ستاديز عشان احنا بنأسس العلم. والله العظيم تقلت باللفظ كده، واحد بقول له بروفيسور كبير بيقول لي بالظبط كده، بيقول لي احنا هنا في بريطانيا احنا بنأسس العلم، ويجي الدور الناميه هي اللي تطبق العلم. انا كنت اول ما رحت كنت عامل فرضيات وبتاع، جاي من مصر بقى العبيط كده وبتاع، قال لي اللي انت عامله ده كتاب النص كده اهو، كنت بحث شبه بحث اسمها ايمان، شبه بتاع ايمان بالظبط. اوكي والله العظيم شبهها بالظبط. فقال لي بالنص كده، قال لي اللي انت عامله ده، قال لي يا ابني انت وما كل الفرضيات دي كلها ليها اصل في الليتريتشر. قلت له اه، طب ما هو المفروض يكون الفرضيه ليها اصل في الليتريتشر، احنا جايين نعمل ايه؟ قال لا، ده كلام للدول الناميه، انت المفروض هنا تبتكر حاجات جديده عشان الدول الناميه تختبره، ما تجيش انت جاي هنا تختبري نظريات موجوده، انا مش هقبل كده في الدكتوراه عندي. ففكر مختلف كتير ما بين هنا وهناك. فانت دايما اوجد نفسك مكان في المنطقه دي، ان انت تكون بدايه الشراره ككيس ستادي ريسيرش، ما تكونش ابدا منطقه مهضومه ومقتوله ومفحوطه ابحاث، وتيجي تقول لي انا بعمل في التالنت اديوكيشن. التالنت اديوكيشن ده في مليون بحث فيهم، انت ازاي مختلف؟ ازاي عندك برسبكتيف جديد؟ ويجي هنا دور مين بقى؟ السؤال اللي يفرقني ما بين الميتا ستاديز والليتريتشر القديمه وانا، عشان الاقي لي مكان عشان ابتدي الدوره انا بتاعتي. وصلت كده الفكره؟ وصلت؟ تمام. يبقى انا هنا دلوقتي بقى السيري بقى في الكيس ستاديز بقى بتاعت ين. لا احنا قلنا ين بوست فيست معناها السيري تيجي قبل الداتا. طب ازاي السيري تيجي قبل الداتا يا عم ين بقى؟ انت بتقول لي كده كلام عبيط، وده اللي احنا كنا فيه ايام زمان وقعدوا يتخانقوا معايا يقولوا لي ما فيش حاجه اسمها اندكتيف وبتاع. نفس الكلام بيقولوا ين قال لك لا السيري مهمه. اوكي؟ قال لك هنا السيري مهمه ها تو كونستراكت البريمينري سيري. اوكي؟ يعني انت مش زي الاستنوجرافي الجراوند سيري داخل كده زعبول اللي هم بنسميهم بيور اندكتيف. لا، ين ما قالش كده. رحمه والناس اللي هي بتشتغل كيس ستادي وبتقول لك انا انتربريتيف والكلام دوت، لا ده مش مظبوط. محدش قال لك ان انت تخش زعبوله كده كيس ستادي، تو ماتش داتا، تو ماتش انفورميشن اوفرلود، مش تفهم انت عايز تعمل ايه. هتبقى قاعد في كيس ستادي كده قاعد زعبوله كده وماشي مش عارف انت عايز تبقى ايه. اوكي، فانت محتاج يكون عندك برسبكتيف عشان تو اندرستاند الفينومينا تو اكسبلين الفينومينا. فمهم يكون في سيري عشان تقدر تفهم، وده اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، وده كلام ين. ده مختلف شويه عن كريسويل انا عارف، بس انا كل واحد من عند ايه اصل الكلام. Required theoretical proposition. لا proposition كمان يا عم ين، انت ودني بداهيه كده يا جدع. ين وجهه نظره ان انت قبل ما تخش كيس ستادي يكون عندك فرضيات، مش شرط تكون well detailed well operationalized بميجرز مثلا ايتم هروح اعمل كوتشنير عليها، بس يكون عندي مفاهيم انا رايح افهمها وافهم العلاقات وافهم اللي وراها وافهم ايه بتقول كده. مش الهدف كيس ستادي الاساس ان انا اختبر علاقات من اللي انا شايفه، ممكن اختبر تاثير انترفينشن. يعني انا دايما بروح كيس ستادي عشان افهم اللي بيحصل، او افهم ليه ممكن الشركات اللي من النوع ده دايما بتعمل الحاجات دي. ليه دايما الشركات اللي في بريطانيا بتحب مثلا العرب وما بتحبش الباكستان؟ صعب قوي ان انا ادرس كل الشركات، وده سؤال عايز يتعمم، بس في نفس الوقت هسال كل الكيسز دي كلها ازاي. فانا اروح كيس واحده وافهم ليه هم بيحبوا العرب وما بيحبوش الايه. اول حاجه محتاجها بقى هتاكد ان هم فعلا بيحبوا العرب، ده اللي بيسموه البريمينري اناليسيس الكيس ستادي. هحط الاسامبشن بيحبوا العرب وهم فعلا ما بيحبوش الباكستان، وعند اللي على كده وعند اللي على كده، خش الخطوه بعد كده هتعمل ايه. طيب ليه بقى؟ ببدا اسال ليه وازاي وهم ازاي بيعاقبوهم وازاي بيبقى. فانا بفهم باخد الصوره كامله. قد يكون ما فيش عقوبه ولا حاجه للباكستان، قد يكون السبب مثلا ان الباكستان ليهم سلوكيات معينه بتخليهم يتعاملوا التعامل ده. فانا مش داخل اختبر الفرضيه،
بالمعنى أنا داخل أستفهم اللي بيحصل وهفهم العلاقة بشكل كويس، أو أشتغل براجماتيك زي مين؟ زي رحمة. أنا بقى بفهم الأز إز وأصمم الانترفينشن وأخش أعمل انترفينشن وأشوف التأثير الانترفينشن كده ينفع. ها helps generalize case study to theory. الله، حد فاكر كده الكلمة دي أحد أنواع الرفلكسيفيتي؟ أنه نوع من الرفلكسيفيتي اللي إحنا قلنا عليه؟ فاكرين إحنا قلنا في باحثين بيعملوا الرفلكسيفيتي بشكل معين، اللي هو بيعمل إيه؟ ممكن الميتا أناليسس يعني يجمعها كلها وثم يسوي جنرالايزيشن. طب خلي الميتا أناليسس دي على جنب، أوكي؟ لأن الميتا أناليسس مالهاش علاقة بينها خالص، الميتا أناليسس دي في الليترشر ريفيو، إن واحد بيسمرايز النتائج. لكن هنا الرفلكسيفيتي تيجي إزاي هنا؟ بالظبط بالظبط رحمة بتقول لكم حاجة حلوة قوي، بتقول لكم إيه؟ الليترشر ريفيو بنستخدمها دايماً في الأناليسس، وقبل ما ابدا اجمع داتا ابقى مستخدم الليتريتشر، انا هبص على ده علشان انا هفهم ده علشان انا هكتب ده علشان. والاوقع والاشهر ان هو بيستخدم الليتريتشر ريفيو في الديسكشن، فيقول ايه النتائج بتاعتي دي شبه الليتريتشر في كذا، فكده بيدي نفس مساحه ايه، ها، ان هو يجنرالايز، بس انا مختلف عن الليتريتشر في كذا. هو انا مش هقدر جنرالايز، بس انا بوعي الناس في لما تيجي تعملوا جنرالايز خلي بالكم عشان انا عندي كيس طلع فيها حاجه، الواد لما خد الفاكسين جاله مشكله في الاعصاب، خلي بالكم. اوكي، فانا عندي كام ليفل؟ تو ليفلز. الليفل الاولاني ان انا بصدق على الليتريتشر فانا بجنرالايز النتائج وبكمل ليها. ممكن مثلا ايه، بقول مثلا اللي بيجري بسرعه سعيد واللي بيشرب ميه سعيد، دي في الليتريتشر، وانا لقيت ان اللي بيجري بسرعه وبيشرب ميه سعيد، فانا عايز اعمم، اعرف اعمم، اقول ازاي هتعمم؟ انا لقيت واحد بيشرب بيجري وبيشرب ميه وسعيد، فانا كده قدرت اخد الايفيدنس ده من الليتريتشر والإفيدنس ده من الليتريتشر، وعملت لهم اكسبلوريشن ربطتهم مع بعض عندي، واستخدمت الكيس ستادي وقلت الكيس ستادي بتأيد الكلام ده، اذا انا ممكن اعمل. فانا خدت ايه، ها، ايفيدنت من هنا وايفيدنت من هنا مع الليتريتشر، ربطتهم مع بعض واديت فرصه للتعميم. عشان كده الناس ديت ان بالذات تلاقي الدسكشن عنده مهمه جدا 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 جدا، لو انت عايز تعمل دسكشن صح عشان تدي فرصه لنفسك تعمم النتائج. اوكي، في الديسكشن، الديسكشن تبدا تقول الناس انا مختلف عنهم في ايه؟ خلاص دي ما فيش مشكله. انت شبههم في ايه؟ طب شبههم في ايه بس هم بيتكلموا في ابحاث مختلفه. فانا بعمل بحث في السيكولوجي وهم في السوسيولوجي، بس انا اخذت منهم وبقول انا لقيت عندي في النتائج كده، فبقدر ادي نقطه للتعميم. فهنا بيجنرالايز فروم كيس ستادي تو الثيري. فمهم ان انا استخدم كيس الثيري، فغالبا وجهه نظره دايما تاثيري، استخدمها عشان تبني الادوات للاوبزرفيشن والاناليسز، وبعد كده هنا الايفيدنس، بعد كده رجع تاني للسيري. ودي وجهه نظر، ودي وجهه نظر الشائعه جدا جدا جدا، حتى اللي كتير من الانتربريتيف بقى دي وجهه نظر شائعه جدا عندهم دلوقتي. ها analytical generalization not statistical generalization. الله، بص الكلام بقى بيقول لك ايه بقى، احنا مش بنجنرالايز بالاساليب الاحصائيه، احنا بنانلايز بالمنطق، بالتحليل، بالمنطق بتاعنا، في منطقنا يمكن تعميم. جميل. طيب نرجع بقى للكونستراكت فاليديتي. لا لا لا، كونستراكت فاليديتي ازاي يا عم امجد الواد ان ده بالاوى يا جدع؟ ده بقى ياسمين تحققها. انا ما جاتش ياسمين النهارده ولا ايه؟ شفنا ما جاتش النهارده يعني. كانت هتتخانق معايا النهارده. طب هنا بقى اسمه كونستراكت فاليديتي. بص الاستفزاز ده مش كلامي، ده كلام ين. شوف الاستفزاز بيقول لك كونستراكت فاليديتي، اللي هي بوستفيست 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 يا عم ين، انت بتستعبط ياض، ايه ده اللي بتقوله ده؟ فبيقول لك انا ممكن استخدم لها ميجرز، اللي هو ايه بقى؟ كوركت اوبريشنال ميجرز فور كونسبت. هو انت بتقول لي ازاي عنصريين على باكستان؟ عرفتها منين دي؟ يعني ايه اللي انت شفته عشان تقول ان هم عنصريين مع باكستان؟ هل انت عشان هو قال له كده يعني؟ اديني آلية استخدمتها علشان تقدر تقيس درجة العنصرية اللي عملوها. عندك؟ اقول لك عندي. جبتها منين؟ من الليتريتشر. في كونستراكت فاليد ريلايبل استخدموه عشان يتاكدوا ان في نوع من العنصريه بالاساليب دي والمناهج دي. فانا عملت الاوبزرفيشن، تشيك ليست بالاوبزرفيشن، ولقيت ان هو حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، وبمقياس لعب الله العبيط اللي مش عارف ايه بيقول ان الحاجات دي لو اتوافقت كلها ده معناه ان فعلا في عنصريه في الحادثه دي، ودي عالم قله الادب.
فانت محتاج الاساليب القياس واساليب الرؤيه اللي بتستخدمها لازم تكون على اساليب علميه، حد قبل كده يقدر يساعدك يقول لك والله دي فعلا كونستراكتس كويسه ولا لا. زي مثلا التالنتد ستودنتس اللي بتعملها رحمه وبتعملها ياسمين. التالنتد ستودنت مين قال ان التالنت از تالنت؟ جبت منين هو تالنت يعني؟ مين قال لك ان ده تالنت اصلا؟ هو عشان حافظ يعني بقى تالنت، ولا هو عشان عارف 2 زائد 3 بكام بقى تالنت؟ ازاي عرفت ان هو تالنت؟ اوكي، يجي مثلا احمد يقول لك ليبيا الاقتصاد فيها نمو، مين قال لك ان هو نمو؟ قست النمو ده ازاي؟ فهقول لك انا استخدمت مقياس كذا، تعال بقى هل المقياس ده مظبوط؟ المقياس ده فيه مصداقيه؟ المقياس ده منطقي ولا المقياس ده زعبول انت بتجيب لاي حاجه؟ فادي اليات القياس واليات الرؤيه لازم تكون مبنيه على اساليب منطقيه. خلي بالك انا دلوقتي بشرح مين؟ ين البوستيفستاوي. اوكي، الكلام ده كله ملوش اي معنى عند ستيك وولشر، بس عشان ما ايه ما حدش يتخانق معايا يقول لي انا اعرف واحد عمل كيس ستادي ما بيقولش كلام العبيط انت بتقول انت بتشتغلني قاضي ولا ايه؟ انا ما بشتغلكش، انا بشرح تفكير ين في الكيس ستادي مش ويلشم على الاطلاق ولا ستيك. خلي بالك ويلشم وستيك بيشتموا في الكلام ده بيقولوا الكلام ده زعبول لا عبيط، بس اللي كبر في السوق مين؟ ين مش ويلشم. ويلشم طبعا مشهور طبعا عنده سيتيشن بالعبيط، بس في الحته بتاعتنا دي حته بريطانيا دي في الشارع بتاعنا ده، لكن عالميا اللي اتنشر ين. اوكي، فهو بيقول لك ايه بقى؟ شوف بص الكلام بقى الجميل، لازم لما تجيب اي شاهده لازم تستخدم مالتيبل سورسز، ما تجيبليش سورس واحد، مالتيبل سورسز. يعني قول لي بقى من السكندري داتا، من الانترفيو، من الكوتشنير اللي هتصنع الكوتشنير، اوكي، من الاوبزرفيشن، وبعمل كومبيلينج ايفيدنت. يعني كومبيلينج يعني كده حاجه كده حلوه متماسكه كده قويه كده، ما حدش غلطني، ما يجيش يقول لك ايه ده كان بيضحك عليك، ده كان بيكذب عليك، ده كان بيمثل. لا، ده انا عندي دليل قوي جدا، هو قال وانا شفت وقريت ورجعت ومديره قال لي كمان وابن عمته قال لي كمان وامه كمان قالت لي وراه. انت كده خلاص سليم يا بابا. هو شوف هو دلوقتي بثلاثه مشاكل الايه الانتربريتيف التقليديه، لو انت كلمته وكان بيضحك عليك وبيكذب عليك وانت فهمت اللي انت عايز تفهمه والريفلكسيفيتي وان الكلام فيه مصداقيه وتراست وورسنس. لا 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 لا، انت كيس ستادي معناها الحاجه الشاهده اللي انت بتقولها، الشهاده بالانجليزي يعني الثيم اللي انت بتتكلم عليه او الفكره اللي انت بتتكلم عليها لازم يكون فيها ايه؟ مالتيبل ايفيدنس سبورتد. استابليش تشين اوف ايفنتس، دايما يكون في منطق والايفنتس تكون مترابطه مع بعضها. ها، هاف كي انفورمنت ريفيو درافت كيس ستادي ريبورت، حلو قوي. واحنا اتكلمنا عليها في الريفلكسيفيتي في الفاليديشن، انت لما تخلص النتائج تعمل فاليديشن على الافكار. اوكي، مش كيس ستادي فاليديشن، لا، بتفاليديت الافكار دي مع حد يكون فاهم في الكيس كويس عشان تتاكد ان هو فاهمك، انت فاهمه صح. فدي كونستراكت فاليديتي شكلها هجين جدا علينا وشكلها مش مستصاغ، وانا عارف ان في ناس كتير دلوقتي متضايقه وقاعده زعلانه مني وبتاع، بس والله ما ده مش كلامي، والله ما حدش زعل مني بحاجه، ده مش كلامي، ده كلام عم مين؟ عم ين. اوكي، ها الانترنال فاليديتي، ايه الانترنال فاليديتي بقى؟ استابليشينج ان انسبيريوس كوزال ريليشن شيب اونلي فور اكسبيرمنت، يعني انت عايز تبني علاقات مظبوطه، فعايز تاكزامن ريليشن شيب بشكل كويس. هتعمل ايه بقى هنا؟ استخدم اللوجيك اللي هو الثيري المنطق. اوكي، تشوف النظريات الثانيه دي طبعا شبه اللي ايه الريفلكسيفيتي، انت فهمته بالشكل ده، هل في تفسيرات ثانيه؟ هل في نظريات ثانيه تدي وجهات نظر ثانيه؟ فاستخدام النظريه هنا بيفيدني جدا عشان اتاكد ان كلامي ده مظبوط. اوكي، دو اكسبلينيشن بيلدينج، اشرح ليه 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 بتقول ان في علاقه، ليه ان في علاقه، ايه المنطق من الايفيدنت، ايه المنطق من الدليل، ايه الحوادث اللي قالت لك الكلام دوت. الاكسترنال فاليديتي اللي هي التعميم، يعني انا عايز اجنرالايز النتائج بتاعتي، فانا هنا هستخدم نظريه جامد قوي زي ما احنا اتفقنا، واربط نفسي بالنتائج واربط نفسي بالليتريتشر كل شويه عشان اوري ان النتائج دي ممكن تعممها، وحصل كمان كيس زيها في فرنسا، وحصل كمان كيس زيها في اسبانيا، وحصل كمان كيس زيها في ايطاليا، فانا مش الوحيد اللي بقول الكلام ده، ده في حصل الحوادث دي في اكتر من مكان، فانا باكد وبايد الايفيدنس بتاعي. ساعات بيستخدم الريبليكيشن لوجيك. الله، ايه الريبليكيشن لوجيك؟ زي ما عامله مين؟ تفتكر في حد عمل الكلام ده؟ عمل ايه؟ عمل 8 كيس ستادز في كل منطقه وخد فصل من كل مدرسه، فهي عملت هنا عملت ريبليكيشن في اماكن كتير، فده يديها مساحه من التعميم. اخر حاجه الريلابيليتي، ان انا يكون في مصداقيه في الكلام دوت والناس بتتكلم كلام منطقي، عشان كده حلو ان انا يكون عندي بروتوكول يكون محدد حدود البحث كويس، يكون حاميهم وحاميني في ناس تتكلم بامانه وانا عارف حدودي وهم عارفين حدودهم،
فيبقى في نوع من المصداقيه في الكلام. اوكي يكون عندي كمان كيس ستادي داتابيس، يكون داتابيس بكل المعلومات المطلوبه في الشغل بتاعي. ها يا شباب، في اي سؤال؟ نخش في الخناقات البسيطه اللي بعدها. دكتور انا عندي سؤال. ايه اللي حصل بس؟ طب راح عليا ايه اللي حصل؟ ايوه دكتور، ايوه انا عندي سؤال ابغى اسال دحين. لما نيجي نعمل كواليتي اوف ريسيرش في الحته تبعت التست، احنا لازم نمر عليها الاربعه كلها ولا نختار بس مثلا كونتراكت فاليديتي از وان تيست يعني؟ بصي هو المفروض كلهم صراحه، بس ممكن يكون مشرف طيب يعني علاقتك كويسه بالمشرف فممكن يبقى فيه نوع من المرونه، لكن لو هتمشي منهج ان استخدم اربعه، في ناس تحط 12 انا بس مختار الاربعه بتوعين صغيرين، ده في كمان حط 12 يعني حسب الريفرنس اللي انت معتمد عليه، بس اللي انا عايز اقوله لازم يكون عندك اوكي ده مهم يكون عندي كواليتي اوف ريسيرش. اني بقى كواليتي اسسمنت، في اساليب كتير جدا، في اكتر من يعني في واحد عنده 12 كرايتيريا للكواليتي اوف ريسيرش. اوكي برضه انت محتاجه تعرفي انت الناس دي، ده انا بتكلم على كيس ستادي بوست فيست. اوكي الكلام ده لو انت بتكتبي انتربريتيف كيس ستادي يبقى شكله مضحك جدا 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 جدا. لو انت بتعملي ستيك او ويلشن، اصلا ستيك ويلشن بيشتموا في الكلام ده، يقول لك مفيش حاجه اسمها كده، يعني هم ضد الكلام ده خالص. اوكي تمام دكتور، شكرا. مهره ايه الاخبار يا مهره؟ تمام. احمد منصور. يا دكتور انا حاسس انا ما بقتش فاهم حاجه بس ماشي. طب قول لي على طول، سكتني وسالني على طول، ما تسيبنيش كده. طب من اول فين؟ قول لي بس من اول فين انا الحق على طول. لا هي المفاهيم كلها دخلت في بعض فمحتاجه بقى ايه اللي احنا هو بص المفاهيم بسيطه قوي، احنا بنعيد ونزيد في نفس الكلام كل شويه، بس هي الفكره بسيطه شويه. يعني انت ممكن تراجع السلايدز اللي فاتت وانا اكاتش اب معاك، بس انت اسالني يعني لما تحس ان في حاجه مش مهمه اسالني، قول لي امجد انا مش فاهم الحته دي، انا مش فاهم النقطه دي. اوكي ما تسيبش نفسك لحد الاخر، يعني لما اول ما تلاقي فيه كلابس وقفني امجد الحق فيه، انا الحته دي مش فاهمها اشرحها لي. جميل. مين كمان معانا هنا؟ ايمان. تمام اوكي. طيب جميل. احمد غليله. ايوه تمام. عبير. تمام. تعال نبص بقى انواع الكيس ستادي بقى اللي كان بيقول عليها شويه طارق. انا عندي كيس ستادي بالمنظر ده اللي هو بيسموه ايه، هوليستيك وسنجل، رايح ادرس دوله معينه اوكي في قطاع معين فيها، فانا عندي كونتكست واحد وكيس واحد، انا رايح افهم كيس واحد وكونتكست واحد، يعني دارس دوله معينه وقطع في الدوله دي بس خلاص، ده اسمه هوليستيك وسنجل كيس ديزاين. ده حلو ولا وحش؟ مش وحش لو انا عايز اعمل مثلا ايه زي ما ده شبه قوي 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 مين؟ احمد غريره. تيبيكال ان انا بدرس الاقتصاد في ليبيا، انا بفهم كونتكست معين، كيس معين في الكونتكست دهيت، فانا بخش ديبس واستخدم انواع كتير من الداتا عشان افهم ايه الكيس دي بشكل جامد قوي. طيب تيجي نبص على المستوى التاني، انا عندي هنا ايه العكس خالص، هوليستيك باخد نظره شامله ومالتيبل، فهنا صعب قوي. ليه بقى؟ انا عندي كام كونتكست؟ عندي كونتكست 1 كونتكست 2 كونتكست 3 كونتكست 4، يعني مدرسه وفصل، مدرسه وفصل، مدرسه وفصل، مدرسه وفصل، شركه وقسم، شركه وقسم، شركه وقسم، شركه وقسم. فهنا مش هتبقى صعب بالنسبه لك تعرف هل الاختلاف بسبب الكونتكست ولا سبب الكيس. اوكي فده مهم، ينفع لو انا عايز افهم الكونتكست وعايز افهم الكيس، بس صعب. في ناس بتعمل حاجه حلوه، بتعمل ايه؟ تثبت الكونتكست وتعمل كيس، يعني تعمل كده. اوكي كونتكست 1 و2 كيسز وكونتكست 2 و2 كيسز، فبتعمل ايه؟ كروس سيكشن اناليسيس، كيس دي تفهمها لوحدها، كيس دي تفهمها لوحدها، وتعمل كروس سيكشن اناليسيس وتطلع النتائج هنا. كيس دي لوحدها وكيس دي لوحدها وتعمل كروس سيكشن اناليسيس تفهم النتائج هنا.
وتعمل بعد كده cross section analysis، تقول لك طب ده مع ده اللي شبه بعضه هم متفقين في ايه ومختلفين في ايه، عشان افهم الكيس الكونتكست، انا اسف، وقارن ده وده، ها وقارن ده وده، وقارن واشوف الايه، ها الايه الكونتكست. يبقى انا لما بقارن حاجات متشابهه، مثلا 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 ولد وبنت في نفس الاسره، ده الكونتكست الاسره، في ولد وفي بنت، وفي اسره ثانيه فيها ولد وفيها بنت، اوكي اه بنت بشعر طويل. فانا لما اقارن ولد وبنت في نفس الاسره، الهدف ان انا بقارن في الجندر الولد والبنت. طب انا بقارن بنت وبنت في اسرتين مختلفتين، يبقى انا بقارن ايه دلوقتي، البنت ولا الاسره؟ يا شباب الاسره صح كده، نفس كده. طب انا بقارن ولد وولد واسرتين مختلفتين، يبقى انا بقارن في ايه؟ الاسره. يبقى انا بحتاج هنا اثبت حاجه واغير حاجه، انا بتكلم على الكونتكست ولا الكيس. الحاله الثالثه دي اللي مشهوره قوي 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 قوي، ودي الناس تبدا تحبها، ان انا نفس الكونتكست ونفس الكيس بس حاجتين جوه الكيس، مدرسه واحده وثلاث اربع فصول، فانا بثبت الكونتكست. دوله السعوديه خلصنا منها خلاص، مدرسه ام المؤمنين خلصنا منها خلاص، بقى عندي فصل فعل شطره وفصل فعل خايبه. يبقى انا بسيب بقى الدوله وبشيل المجتمع وبركز على الاثنين كونتكست. او تلاقيني مثلا بقول ايه، فصل اولاد وفصل بنات في نفس المدرسه، اوكي. فانا بحاول ادرس حاجتين ذا سيم كيس ونفس الكونتكست. في بقى ده خيال علمي كبير قوي، كونتكست وكيس ويونتس كتير جوه بعضها، وده طبعا مش منطقي ان حد يعمله في الدكتوراه. اشهر اشهر حاجه، اشهر اسلوب اللي هو ده، ده دايما مشهور جدا 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 جدا، هو اللي هو اثنين واثنين وتو ديفرنت كونتكست. حتى ده بيمثله كمان بيفيد في جنراليزيشن، ان انا مش بس درست في شركه واحده، انا درست في شركتين. في واحد تاني يقول لك لا، ثلاث شركات نفس الدوله، يبقى نفس الكونتكست بس ثري ديفرنت كيسز. فانا ما بشوفش العوامل الدوليه، ولا بشوف السيسي ولا مبارك ولا بن سلمان ولا القذافي، لا ما بشوفش كده. انا بدور على ايه دلوقتي بقى؟ على اختلافات في الادارات، الاداره دي بتفكر ازاي، الاداره دي بتفكر ازاي، الاداره دي بتفكر ازاي. فهنا اقدر ادير اقيس الاختلاف في الاداره وليس الاختلاف في الكونتكست بتاع الدوله. كلمه كونتكست كلمه طريه قوي. الكونتكست ده ممكن تكون الدوله والكيس جواها، وممكن تكون الشركه والقسم جواها، ممكن يكون القسم والفروع جواها، ممكن يكون الفرع ها والناس جواها. فكلمه كونتكست هو اي مكان انت بتتكلم فيه وتحتيه حاجات. اوكي يا شباب. جميل. عمر. الله يسعدك، ما معك ضل. الكونتكست يعني مش معناتها دولة. ممكن وممكن لا، يعني مش شرط. حسب انت. نعم. يعني هو بدي افهمه مش دائما دولة، مش معناتها هي دولة. بص سكوت لما جيت تكلم في الكيس ستادي قال لك حاجة حلوة قوي، قال لك العالم. ده أكبر كيس ستادي. مبدئيا العالم. اوكي العالم الفكر العالمي في التسويق، الفكر العالمي في الاقتصاد، الفكر العالمي في اداره البشريه، الفكر العالمي في السياسه. فالعالم نفسه كونتكست. لو انا ببص على كل كونتكست يبقى كل دوله كيس ستادي، ده شبه البوست بوست فيست. اوكي لو انا دوله كونتكست يبقى الشركات كيس ستادز او مدارس كيس ستادز. طب انا لو انا منطقه حي اول في مدينه كذا يبقى ده الكونتكست، ها ومدارس فيها ده الكيس ستادز. يبقى انا العالم بيأثر. انت لو عملت كده ادي العالم اهو، نعم العالم جواه كونتكست، والكونتكست جواه كونتكست، والكونتكست جواه كونتكست، جواه كونتكست، جواه كونتكست، كونتكست، كونتكست. فالعالم العالم دولة، أو مش دولة، ساعات بيقولوا ريجن كمان، منطقة، منطقة العربية، منطقة الأوروبية، أوكي؟ تحت الدولة عندك الكونتكست بتاع الإندستري، تحت الإندستري الكونتكست بتاع نوع معين من الشركات الكمباني، وتحت الكمباني تيجي الديبارتمنتس،
وتحت الديبارتمنت تيجي بقى الايه اليونتس. فانت كل واحده لدول هي كونتكست اللي قبلها. اوكي انا قتلت واحد في مصر، الفكر العالمي قتلت هتتقتل خلاص، ده فكر عالمي مش فكر بقى دوله، ده فكر عالمي. الكونتكست ان انت عايش على الارض دي، لو انت عايش في المريخ ممكن تقتل وما تحصلكش حاجه، لكن انت على الارض ده هي لا هتقتل هتقتل. الارض دي مختلفه عن اي ارض تانية، فده فكره الكونتكست العالم اللي احنا عايشين فيه. فهمت قصدي ايه؟ في ناس بتعمل كيس استدعي على الريجن، على الميدل ايست، يقول لك كيس استدعي على الميدل ايست. طبعا هو واخد ايه الكونتكست بتاعها العالم وداخل في الميدل ايست، يدرس الكيس بتاعت الميدل ايست. اوكي يبقى هنا الراشنال ده معنى كلمه كونتكست. فكلمه كونتكست دي كلمه عامه، مين تحت مين؟ مين الحاجه الكبيره اللي هي الانكنترولبل فاكتورز، ومين الحاجه الصغيره اللي انت بتدرسها اللي فيها الكنترولبل فاكتورز اللي انت ممكن تلعب فيها وتزود فيها وتاثر فيها. كده بنستخدم بقى الكيس ستادي. حاولنا عم نعمل انت كل شيء ايه بقى، لان هنا ها بيريبريزنت كريتيكال كيس ان تيستنج ويل فورميوليتد ثيوري. في ثيوري انا رايح اختبرها بشكل كويس اقدر اتحكم فيها، دي اللي عاملين الانترفنشن. انا عندي كيس وراح اعمل انترفنشن عليه. ريبريزنت ها اكستريم كيس اور يونيك سيركمستانسز، ان في هنا بقى ايه بقى اكستريم كيس، في بقى قصه فجأة جدا، حاجة جامدة جدا، فرايحين نفهمها بالتفصيل. ما فيش بقى دراسة بتفهمها لنا، ليه الولد ده قتل الولية دي؟ ده في كده حاجة جامدة جدا، إيه ده بقى؟ ما عندناش ناس كتير بتقتل القتل ده، فعايزين ناخد ده ككيس ستادي تبقى محل دراسة ونفهمها. A representative or typical case, a representative experience of large institutions. ساعات يبقى في مؤسسة كبيرة جدا 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 وعايزين نفهمها، فنحن عليها كيس ستادي. شركة كبيرة مثلا عندكم عايزين نفهمها بالتفصيل. ممكن تحصل كتير ان انا مثلا يبقى عندي ايه بنوك، من بنوك الاهلي مثلا، في عندي 10 بنوك الاهلي، فانا صعب ان انا افهم البنوك الاهليه كلها، فانا باخد الكونتكست بتاع البنك الاهلي واخد فرعي فيه ادرسه. وانا دلوقتي بعمل ايه؟ بقول لو انا فهمت الفرع ده ممكن اكون افهم الكونتكست بتاع البنوك الاهليه، البنوك الاهلي. انا برضو في نصيحه مهمه انا عايز اشرحها. انا مش بشرح الكيس ستادي النهارده ان انت هتعمل بكره بحث كيس ستادي، ده كلام مش مظبوط. الهدف من اللي احنا بنعمله انا بفتح افكار كتير قدامك، كل واحد من ده مراجع وكتب وعلم وافكار كتير جدا. كل اللي انا بحاول اعمله ايه؟ اكسبوز يو، افتح عينك ان في حاجه اسمها كيس ستادي. كيس ستادي كفكره حلوه بس فيها مشاكل، مشاكلها كتير وحلوها حلو، فانت محتاج تقارن. إذا عجبك الأكلة ديت كل، بس أنا ما بأكلكش كيس ستادي ولا بأكلك بوستيفيست ولا بأكلك انتربريتيف ولا بأكلك براجماتيك. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ بفتح عينك على حاجات كتير بس. أوكي؟ ده الهدف من الكورس، مش الهدف من الكورس أبدا أبقى كذاب جدا لو قلت لك الهدف من الكورس كيس ستادي. كيس ستادي ده ما شاء الله أنا قعدنا فيه 20 حصة لوحدها قصة 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 قصة. أوكي؟ في بقى هنا اللونجيتيودنال كيس ستادي، ودي حاجه حلوه جدا ان انت بتبقى عايز تدرس مثلا حاجه عبر الوقت، فبتقعد في المكان ده تقعد تلاحظ 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 وتشوف التغييرات في الاحداث. فده صعب جدا نتعامل بالكوتشينير مثلا. اوكي هو مهم تفهم الكونتكست اللي بيحصل في الكونتكست، وتفهم في الكيس نفسها والكنترولبل فاكتورز اللي فيها والحاجات اللي بتغير فيها وايه اللي بيحصل فيها. ايه ده بقى يا عم؟ ده بقى ده موضوع تاني اللي هو الكيس ستادي جمالها في الداتا بتاعتها، دي اجمل حاجه فيها ريتش في الداتا. يعني يجي احمد منصور مثلا اوكي عايز يعمل دراسه لسويروس ناجح، فهو محتاج يجمع معلومات كتير عنه، محتاج مش بقى خبر في جورنال، لا ده هيعمل له كيس ستادي. يعني ايه بقى؟ هيقعد كده جاب كل المقالات اللي في جورنال عنه، جاب تاريخه، جاب معلومات عنه هو من هو، جاب معلومات من اهله، جاب معلومات من تربيته ومدرسته ومدرسته في المدرسه كانت بتقول عليه ايه، ويبدا يجمع يعمل حاجه اسمها ايه بقى تريانجوليشن، يبدا يجمع معلومات كتير عنه ويبدا يحط له ثيري ازاي هيفهم الشخصيه دي، نظريه الشخص المتمرد. سويرس ده حد غني جدا في مصر، انا واحد في مصر اوكي، ولا شخصيه رجل الاعمال فهستخدم نظريه الانتربرينورشيب في فهم تربيته ومراحل النمو ومرحلة علاقاته
ولا هستخدم شخصية السياسية والعلاقات بتاعت الستيك هولدر ثيري، ولا هستخدم الاكتيف نتورك ثيري ان الانسان بيمر ببعض الظروف في حياته بتبني له شخصية معينة بتبني له اتجاه تفكير معين ويبدا يقرا تاريخ حياته بالنظرية اللي هو عايز يستخدمها ويبدا يبني الايفيدنس ويكبر فيه يكبر فيه لحد ما يبدا يبني موديل ازاي اقدر اعمل شخص زي سويرس. ها احمد ايه رايك كده لخصت لك النهارده كله؟ احمد منصور كده تمام كده فهمت. ده ملخص اللي بنتكلم فيه كله. كيس افهمها نظر في فهمها اهم عليها كتير وابدا اشوف ازاي اعمل ريبليكيشن للموديل ده ممكن البشريه تستفيد بيه او انا استفيد بيه بشكل شخصي. اوكي فالداتا كولكشن هنا ان انا بجمع داتا بشكل عميق ده احلى حاجه في الكيس دي عمق الداتا وايه مش بس الدبس الريتشنس كمان فانت عندك ريتش ودبس بس الفكره بقى هتقرا الحجم المعلومات المهول ده ازاي وده محتاج ان احنا يبقى عندنا وجهه نظر علميه اللي هي اللي بنسميها النظريه او البرسبكتيف تو اندرستاند او تو اكسبلين. انت اول حاجه انت بتفهم بني ادم او بتفهم بني ادم في شركه اوكي فانت from an organization و about individual ولا from organization و about an organization ساعتها بتفهم personal policies و organizational outcomes فانت عايز تفهم ايه علاقه انسان بمؤسسه علاقه مؤسسه بانسان ولا علاقه مؤسسه بمؤسسه اذا كانت علاقه مؤسسه بمؤسسه محتاج افهم اللي بيسموها institutional powers اللي هو الحاجات السياسيه من فوق اذا كنت عايز افهم علاقه انسان بمؤسسه محتاج افهم سياسات الشركه على البني ادم إذا كنت عايز أفهم إنسان على المؤسسة محتاج أفهم الإنسان وإيه الباور والبوليتكس اللي معاه تبقى من النظريات المشهورة أول فيهم كيس ستاديز من أكتر النشاطات المشهورة في كيس ستاديز نظرية الباور باور مين ليه سلطة على مين بيأثر على مين يعني أنا متابع مدرسة علمية دائما بتخذها في حياتي حتى أوكي اللي هي نظرية الإيه نظرية الباور والنتورك إن أنت في أي مكان في بني ادمين بيأثروا بعضهم على بعض والعلاقات بتبني اتجاهات في التفكير معين انا عشان بحب صاحب الشركه فافكاري هي المؤثره على الشركه من الاخر انا ماليش علاقه بالمدير صاحب الشركه فافكاري مش مؤثره في الشركه دي نظريه الاكتور نتورك ثيري اوكي فالفكره في ايه الفكره ان في دايما نظريه عايز افهم هتكلم ايه هقول له ايه فدايما النظريه المشهوره شركه على شركه علاقات شركات بشركات محتاج تفهم سياسات شركة على بني ادمين محتاج تفهم ايه ها التقارير اللي فيها على البني ادمين والسياسات الاداريه اللي فيها على البني ادمين داتا سورسز كتير بقى دوكيومنتس ريكوردز انترفيوز اوبزرفيشن بارتيسيبنت اوبزرفيشن يعني ايه بارتيسيبنت اوبزرفيشن يعني اقول له ممكن تشغلني عندكم بشهر عشان خاطري يقول لك تعالى فاروح اشتغل في الشركه فانا مش بس بشوف انا كمان بحس وبتعامل ده اللي بسميها البارتيسيبنت اوبزرفيشن اوكي فيزيكال ارتيفاكتس حاجات ممسوكه اي حاجه ممسوكه اوكي تقدر تفهم بيها الدليل ليه نجيب سويرس غني ايه ده عامل الواد ده فتقدر تجيب ادله في حياته ادله معنويه وادله ماديه وادله تاريخيه يبقى ادله كتير عشان تقدر تفهم بس من جمال حتى اللغه العربيه حتى الانجليزي الكلمات العلميه زي كلمه ادله للايفيدنس فقط كده الكلمه دي دليل على ايه إذا ما كانش عندي اتهام هطلع دليل على إيه؟ يعني دلوقتي أحمد بيعمل كده كده قدامي ده الحلقة دي ملهاش أي معنى لكن أنا لو أنا بتهم أحمد إن هو ملان ساعتها أنا هفسر الحركة ديت إن هو بيدي شعور بالزجر قدامي أوكي؟ فأنا كده عملت إيه؟ استخدمت الدليل لإثبات تهمة او اثبات شيء فكلمه الدليل هو اثبات شيء اذا ما كانش عندي الشيء اللي عايز اثبته انا جاي اعمل ايه طب ايه هو الشيء ما هي النظريه اللي انت راح تدور عليها وراح تكملها وراح تكبرها وراح تفهمها واضحه الكلمات دي فكلمه الدليل تكون دليل على شيء اوكي واضح دكتور معلش حلو المثال حبيت مثالك يعني شوي يوضح لنا صوره اكثر معناته ان الداتا كولكشنز كل البيانات اللي احنا بنجيبها تعتبر دليل على شيء احنا اصلا من اول يعني اللي هو ثيوريتيكال فريم ورك او الكونسبشوال فريم ورك اللي احنا تكلمنا فيه وكذا واحنا خلاص بس نجيب الادله عشان نحطها في
صح فراغات على مثلا على النظريه سواء كيس ستادي او غيرها. ممكن الاقي حاجات كمان واعمل لها دليل، يعني ممكن ايه انا ما عنديش دليل على حاجه معينه، اوكي انا حضرتك كنتش بتتكلمي فانا ما عنديش دليل على حاجه عليكي، فانت اتكلمتي دلوقتي فطلعت لي فكره فعايز اجيب دليل على الفكره، فانا قلت الله دي نشيطه قوي، الله ايه ده بتتكلم اهي، فانا دلوقتي طلعت فكره جديده، ده بيسموه الايمرجنت ثيم، الفكره الجديده اهي لا وبتتكلم امسك يا جدع فكره حلوه اهي، دليل الاولاني بتسالني سؤال كذا، دليل الثاني بتقول كذا، فانا بنيت ثيم وبطلع عليه ادله، وبرضه وانا بدلل على الثيم انا بطلع الادله على الثيم محتاج نظريه السؤال. في نظريه سعيد بيقول لما الطالب بيسال معناه ان هو نشيط، اكتب يا جدع. لما في نظريه محمود بيقول ان الطالب لما بيتكلم بسرعه معناه ان هو عنده حماسه، اكتب يا جدع. فانا لاحظت انك بتتكلم بسرعه ونشيطه، ادي دليل على حماستها ودليل على كذا، فانا حصلت مرحلتين استفهام ودليل، استفهام ودليل، انا فهمت الحاجه حطيت عليها دليل. فحلو ان انا يكون عندي ثيوريتيكال عشان ابتدي بتاعتي، بس مش ده بس الحاكم، انا ممكن كمان اطلع حاجات جديده. فكونسبشن فريم ورك مهم، بس مش معناه ان انا بس هقفل الفريم ورك واقفل عليه، ده اللي بيسموه كلوز دي ثيمز او كلوز دي كودنج. لا انا ببتدي عندي حاجات معينه، انا عندي نيه مع احمد بس عقلي مفتوح وبسمع حاجات جديده كمان، بس الحاجات الجديده اللي بتجيلي لما اجي افهمها انا لقيت لا ده بتقول لي كذا، يا نهار اسود افهمها ازاي دي، فرحت راجع الكتاب كده، ده الفرنسيين لما بيعملوا كده ده معناه ان هو مبسوط، ايوه هي ما كانت مبسوطه، فده دليل على الانبساط. فهمتني؟ فهي عمليه داخله. طيب دكتور لو انا عاوزه يعني عمليا بقى الحاجات دي، انا وصلت لمعلومه معينه وعاوزه اجيب الايفيدنس بتاعها او الثيري اللي بتاكد لي المعلومه اللي انا وصلت لها دي، عمليا بجيب ده ازاي؟ او المفروض انا اكون حافظه بقى وعارفه كل الثيريز اللي في الموضوع بتاعي؟ ما هو عشان كده قانون الدكتوراه بيقعدك كل سنه تقري بس، ده قانون الدكتوراه. واحنا يعني في جامعات كتير بيبقى في حاجه اسمها ماستر اوف ريسيرش، اللي هو بيقعد سنه كامله يقعد يديك نظريات بس، نظريات 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 ومناهج بحث علمي بس، هي السنه كلها ما بيديكش غير كده، نظريات ومناهج بحث علمي، علشان ده بصراحه المناهج الكويسه، عشان انا اعرف لما اروح اجمع ببقى عندي كده ليا منطق كده باحث علمي، مش واحد ماشي في الشارع كده انا شفته بيزعق يبقى اكيد زعلان، ما احنا عارفين يا جدع. فده ابحاث ضعيفه قوي اللي مش مبنيه على منطق حلو. اوكي؟ فطبعا حلو السنه الاولانيه في الدكتوراه ان انا اقعد اقرا كتير، وده وظيفه المرشد بقى ان هو يوجهني في نظريات ويقول لي شوف نظريه كذا نظريه كذا نظريه كذا نظريه كذا، ويفسحني شويه ويقول لي طب شوف مناهج البحث العلمي واقرا في دي واقرا في دي واقرا في دي. هو سنه كامله عشان طلع كوتشن القانون في بريطانيا the first year to define the research problem، ده قانون هنا كل جامعات في بريطانيا السنه الاولانيه الهدف منها الرئيسي والوحيد هو تحديد الريسيرش بروبلم والريسيرش كوتشن اللي جاي من النظريات اللي قاعد اقراها دي كلها. احنا ممكن والله يعني في استلهامات جميله قوي، فكر فعلا جديا ان احنا ممكن نعمل سيشنز للنظريات، بس مشكله النظريات بقى مشكلتها الكبيره في ايه؟ علوم مختلفه، يعني علوم الاقتصاد نظرياته مختلفه خالص عن علوم الاداره، وعلوم الاداره نفسها علوم التسويق نظريات مختلفه خالص عن علوم الانفورميشن سيستم، هتخش في قصه مش يعني ما تقدرش تحصلها ابدا يعني. طب ايه رايك يا دكتور في الكتاب اللي كنت لقيته اللي هو من 2000 وحاجه 2000 مش مهم قديم يعني ما طلعش نظريات في اخر 10 سنين يعني خلينا نقول، بس في مثلا 401 نظريه في تخصصات مختلفه، ممكن ناخد اللي يناسبنا مثلا، وبعدين عامله ايه؟ عامله نص صفحه عن كل نظريه، نص صفحه نص صفحه. انا ما اعرفش بصراحه بس شكله حاجه حلوه يعني، انا شايف ان دي حاجه جميله بصراحه. انا ما شفتوش عشان ما على جروب الواتساب؟ موجود على الواتساب وانا بعمله ايه؟ هو اصلا موجود بي دي اف بس، فانا بعمله ايديتنج وبعمله عربي انجليزي لان هو عربي بس، واسامي اصلا العلماء والنظريات بالعربي يعني تلخبطك ما تعرفش النظريه من انما هي جوه حاطه مراجع وحاطه اسامي النظريات بالانجليزي، وحاجه كويسه جدا بس عايزه تتلم يعني. ايوه ده مجهود قيم جدا، ده مجهود قيم جدا، انا شايف ان دي فكره حلوه جدا، ده مجهود قيم جدا، انا ما شفتوش بصراحه، بس لو في حاجه زي كده ده مجهود قيم جدا جدا. بس ارجع تاني اقول لك نظريات العلم مختلفه، نرجع تاني للبرسبكتيف، الماركتنج ليه نظرياته لناسه لوجهات نظره، يعني كل علم ليه النظريات المهيمنه عليه. انا مثلا كل شويه اقول اكتر نتورك سيري قد تكون ما لهاش اي معنى خالص مثلا في علم الرسم مثلا، فهمتني؟ او علم يعني كل علم ليه نظريات المهيمنه عليه. اغلب النظريات بتاعتنا احنا كسوشيال ساينس العلوم اللي جايه من علوم الاجتماع وعلوم النفس. دي اكتر
هي عموما انا هحاول اعمله زي انفوجرافيك كده، وممكن ممكن يبقى حاجه كويسه يعني. شغال عليها تبقى حاجه فعلا بالي يسفل. اصلا الفهرس بتاعه او التيبل اوف كونتنتس بتاعه 19 صفحه. يعني شفت 401 نظريه، ده غير النظريات اللي مثلا ما جابتهاش اللي حد مثلا متاكد منها او درسها. فممكن تبقى حاجه كويسه يعني، بالذات للناس اللي هم حديث العهد بالنظريات. ابعت لي الكتاب ده، ابعت لي الكتاب الايميل، لان انا الواتساب مش متابع قوي، بس ابعت لي على الايميل بجد، لان انا على الايميل حاجه جميله قوي. حتى اي طالب دكتوراه اديه له، اقول له ابتدي بص على ده قبل ما تخش على، حتى احنا نكمل عليه يعني. احنا ممكن حتى النظريات الواحد يعرفها مش موجوده، يحط النظريات دي بحيث يبقى عندنا فهرس للنظريات دي كلها. دي تبقى حاجه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تمام. انت كده شجعتني كده اكمل، كمل وانا معاك بصراحه. انا حتى لو عملنا له فهرس حتى يعني، نستاذن صاحب الكتاب نبعت له مثلا، نبعت لها ونعمل له فهرس حتى على الموقع، يبقى في موقع متفهرس للكلام ده كله، بحيث ان بجد تبقى اضافه جميله جدا. حاجه هايله، هتريح كتير بصراحه، لان اصعب حاجه عن الطالب دايما هو نظريات. مليون نظريه، قاعد الوقت ادور على نظريه تلمني او فيها مش لاقي. شاكك في كام نظريه كده، بس يعني عايز توجيه برضه. طب ربنا ييسر الحال ان شاء الله. طب حضرتك يا دكتور كنت بتقول فيشنز ايه؟ كنت بتقول ممكن نعمل سيشنز وما اعرفش ايه كده. لا كنت بفكر ان انا اعمل سيشنز عن النظريات، بس انا فكرت فيها لقيت ان يستحيل ان انا اقدر احصر نظريات. يعني حتى لو انا شرحت مثلا 30 40 نظريه اللي انا اعرفهم، فدي كلها في علوم الاداره، من خبرتي في علوم الاداره، فالموضوع كبير، فيستحيل ان انا اقدر اعمل سيشن فيهم يعني. ايوه، لان حتى الكتاب اللي بعته الاستاذ ماهر يعني 700 صفحه، يعني شيء كبير جدا يعني. لو ما هو احنا عايزين الفهرس بس، 19 صفحه بتوع الفهرس دول هيدلوك يعني. انت مثلا لو حاجه بعيد عن مجالك خالص، انت ركز على اللي يخصك، مثلا حاجه في الاقتصاد، حاجه في كذا، حاجه في كذا، يعني هتقدر من 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 العنوان هتقدر تتوجه يعني، تعرف حتى مثلا النظريه مثلا سنه نشاتها، العالم اللي عاملها، او يعني ممكن تدور باسم الشخص، باسم النظريه، بالتخصص. فبتهيألي ان شاء الله تبقى حاجه كويسه. لا والله انا عايز اقراها بصراحه. عجبتني بصراحه، بجد انا بحب الحاجات دي بصراحه. الله يعملها. يلا بينا نكمل. كان في حد عايز يسال حاجه؟ انا شايف حد تقريبا كان حاول يتكلم. ما حدش. ده انا بعمل دلوقتي ايه بقى؟ ريلابيلتي، اوكي؟ بكرر الايتم كذا مره عشان اتاكد من مصداقيه السكيل اللي انا بستخدمه. يبقى عندي بعض المبادئ في الكيس ستادي. ايه المبادئ بتاعتي؟ اول حاجه المالتيبل سورس اوف ايفيدنس، ده احنا قلنا قبل كده واكدنا عليه 50 مره. عشان يبقى كيس ستادي، لازم كل حاجه او اغلب الحاجات اللي بتتكلم عنها لازم يكون عندك اكتر من دليل عليها بشكل مختلف. لو عملتش كده، عملت انترفيوهات بس، ناس كتير قوي بشوف طلبه تروح تعمل كيس ستادي وعمل انترفيوهات بس، بيسقط فعلا. ان ده مش كيس ستادي، ده فيلد ستادي، بس انت مش عملت له كونتكست. اغلب الكيس ستادي دايما بتعمل حاجه اسمها كيس باك جراوند، وتستخدم السكندري داتا عشان تفهم القارئ الكيس دي ايه ظروف فيها، وقد تستفيد منه طبعا في التحليل بعد كده. اوكي، تاني حاجه ان انت يبقى عندك داتا بيز بالمعلومات. تالت حاجه يبقى انا عندي تشين اوف ايفيدنس، دايما الايفيدنس يكون مترابط في قصه، تربط كل الايفيدنس بعضها. احنا جدا ضد فكره ان انت تحط حاجات متنطوره في نتائج البحث العلمي. تخشوا لك حته من الشرق على حته من الغرب على حته من فوق على حته من تحت، اديني وان كومبيلينج ستوري للقصه بتاعتك. الترينجليشن بقى هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. كيس ستادي يعني ترينجليشن، مفيش كيس ستادي. اول حاجه مالتيبل ايفيدنس. ترينجليشن ممكن يكون على الداتا سورس، ممكن يكون على الناس اللي بتقيم، ممكن يكون يعني مثلا انا ثلاثه باحثين بيعملوا البحث مش واحد، فثلاثه بيجيبوا ادلتهم المختلفه، يقعدوا مع بعض يقارنوا الادله مع بعضها. اوكي، ده طبعا المشروعات البحثيه الكبيره، يعني امجد يعمل كيس 1، محمد يعمل كيس 1، ابراهيم يعمل كيس 1، كل واحد يطلع الادله بتاعته، وبعد كده نقعد مع بعض نشوف الادله دي احنا متناسقين ومتوافقين على الادله دي ولا لا. فهنا بتريانجريت بس بالشخص، مش بالايه، مش بالميثود. في هنا بقى برسبكتيف، بص دي بقى اسلوب عالي قوي 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 قوي، اللي هو بيتريانجريت بالثيري. لما انا استخدمت الثيري دي فهمت الموضوع ده. طب جرب كده الثيري بتاعتك، جرب الثيري تطلع شكل ثاني. طب جرب كده بالثيري، فيبدا يجرب نفس التفكير باكتر من نظريه. هي عيطت ليه ما اضربها بالقلم؟
نظرية النكد عشان ستات نكدية على طول. النظرية دي تفسر فعلا ستات بتاعت على اي حاجة. طب نظرية ان هي حساسة. ممكن لان هو ضربها بالقلم فديته ونفسه. كده نظريتين فسرت لنا العيار. طب ممكن تكون حاسس بالاهانه لان الست دايما تحس انها مهانه. امسك نظريه ثالثه. فانا عندي اكتر من نظريه لتفسير ليه لما ضربها بالقلم عيطت. فده هو مين اخترع النظريات دي؟ فده هنا ايه؟ ثيري بانجريشن. بيستخدم ايه بقى؟ ثيريز كتير علشان يفهم السيم فينومينا. اوكي، ودي ناس بتكتبها بتساعدها قوي في الريفلكسيفيتي عشان تتاكد ان هي فهمت صح الموضوع. تحط اكتر من سيري تقول لك جربنا النظريه دي وطلعت نفس التفكير، جربنا النظريه دي. وده بيساعده قوي ان هو يبني نظريه بقى قويه جدا مشتقه من النظريات اللي هو بنى عليها الافكار بتاعته. ان كده كونكلوجن بقى عشان احمد منصور هيزعق دلوقتي، الكونكلوجن بتاعنا ان الست مختلفه عن الراجل للنظريات الكتير دي كلها. فانا عملنا نظريه المراه وعملنا نظريه جديده. اوكي، فانا عملت ايه؟ عملت ذا سيم ايفيدنس وقعدت جبت هو نفس الموضوع، هي خدت ضربه بالقلم وعيطت، بس هو نفس القصه، بس انا زودت النظريه الاولانيه، النظريه الثانيه، النظريه الثالثه، واتعملت تواتر بس على النظريات، وطلعت في الاخر بكومبينينج ان الست تختلف عن الراجل، الراجل لما يتضرب ما بيعيطش. اوكي؟ كان كده. فانا بعمل ايه؟ تواتر في النظريه، زي تواتر في الايفيدنس كده، حتى في الحديث يقول لك الحديث ده متواتر ولا الحديث ده متواتر ولا حديث اسمه ايه ده كان النوع الثاني اللي هو واحد بس اللي قاله، هل هو صحابه كتير قالته ولا واحد بس اللي قاله؟ فاذا كان في تواتر من الصحابه احادي او فاذا كان حديث احادي بيضعفه صح، بيضعفه العلماء. نفس الكلام في المنهج البحث، اذا كان الايفيدنس واحد فده ضعيف، لكن لما يكون متواتر ده بيكون قوي. رابع حاجه الميثود. يبقى في داتا سورس وفي الميثود. داتا سورس ان انا بعمل ايه؟ مصدر المعلومه. أو الميثود لما أنا استخدمت الكوتشنير وعملت الانترفيو، أوكي، طلع نتائج متكاملة. خلي بالك في هنا غلطة مشهورة قوي بيعملوها الطلبة اللي بييجوا يعملوا كيس ستدي، تلاقي إيه؟ عمل نتائج الانترفيو لوحده، وعمل نتائج الكوتشنير لوحده، وعمل نتائج الأوبزرفيشن لوحده، ويخش الامتحان يسقط. ليه؟ ما أنت مش كيس ستدي كده، أنت عبيط جدا كده، إيه اللي أنت عملته ده؟ وما أنا المفروض أعمل يعني؟ وأنا بكتب الجملة أدي الدليل من كيس ستدي، ادي الدليل من الانترفيو، ادي الدليل من الابسرفيشن عشان ابني الفكره. يبقى كل فكره لازم احط الثلاثه ادله مع بعض. ما تحطليش نتائج الانترفيو لوحده والكوتشنير لوحده والابسرفيشن لوحدها، ده كده اسمه سيكوينشال، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده، وده كلام مش منطقي في القصه دي. كيس ستدي يعني ترانجوليشن، يعني انت بتكتب تقول والكوتشنير قال كذا والانترفيو قال كذا والليتريتشر كمان لو انت عايز قال كذا والابسرفيشن قال كذا، يبقى اذا يا جدعان انا عندي وجهه نظر. فهنا التواتر بالميثودز. طيب يا دكتور، انا عملت هذا الشيء في عندي يعني تقريبا كلامك فعلا كان انا عندي شيء غلط، وانا اساسا كنت محتاره فيه، اللي هو ايش سويت؟ انا قلت اني راح اعملها سيكوينشال، يعني اولا بسوي الكويستشنير بعدين وبسوي الجورنال، يعني هذه بارل يعني في نفس الوقت، بس بعدين لما اجي اعمل انترفيو بتكون سيكوينشال، لاني ابغى اخذ ان ديبث معلومات، تعرف الكويستشنير اشياء بسيطه، فانا باخذ منهم مور ديتيلز. فقلت انه ممكن اكون تراينج، ليش؟ لاني انا ما راح اقول للطالب انت قلت بالكويستشنير كذا، لا، كاني برجع اساله مره ثانيه نفس السؤال مع مور ديتيلز. هل ممكن هذه تعتبر ترانجليشن؟ طبعا فهمت الانجليش نفس يعني اكثر من مصدر، بس هي بتكون سيكوينشال. طبيعي، انت بني ادم واحده في الاخر هتعمل كل الكلام ده في وقت واحد ازاي؟ ما فيهاش مشكله. يعني هو التزامن، اذا كان في سبب نظري للتزامن دي قصه، اللي هو بتعمل مثلا لينك نيوتن دي قصه، لكن ما فيش سبب نظري للتزامن، التزامن بس نتيجه البراكتس بتاعتك، فده شيء طبيعي. يعني اذا كان مثلا الواد بيكبر مثلا عبر الزمن، ماشي، هنا التزامن ليه معنى، انا سالته وهو صغير وسالته وهو كبير. لكن انا بقول نفس الكونفليكت، بس انا مش فاضي دلوقتي، النهارده عملت كوتشنير وبكره هعمل انترفيو، فهنا التزامن ملوش معنى، وهنا التزامن بس علشان البراكتس، فهنا بعمل ترانجليش عادي. فاهماني؟ يعني هو التزامن ليه منطق، ولا هو التزامن كان معمول علشان ظروف الانسان، انا كانسان واحد بعمل الحاجات دي كلها مع بعضها؟ لا، انا بسوي سيكوينشال عشان اخذ مور ديتيلز، لازم اول شيء اشوف نتائج الكويستشنير، اشوف الطالب هذا ايش بيقول، وارجع اخذ منه ان ديبث، ما اقدر اعمل الكويستشنير والانترفيو في نفس الوقت. فانا يوم كاني قرات عن ترانجليشن كانهم ياخذون هذه واحده وهذه واحده ثم يجون يقارنون المعلومات، لا، انا بكون عارفه حقه الاولى ثم بسوي الثانيه
بس بمور اندبث يعني معلومات، فقلت انا ممكن تكون ترانجليشن بحيث ان الطالب ممكن يرجع يغير كلامه وما يدري اني انا اساسا عارفه ايش يقول في الكويستشنير. تحس انه منطق الكلام اللي يقول مرتي نفسي بصراحه، يعني ده توريط، هو مش غلط بس توريط شوي. اوكي لما تيجي تكتبي بقى تكتبي ان لغه، هو عموما هذا بروبوزل يعني لسه ما جمعت. يعني هو طبعا كنت سيكوينشال، اوكي تكلمي سيكوينشال كده اللي هو زي اللي احنا كنا بنتكلم عليه براغماتيك ده. ايوه صح اوكي، فده سيكوينشال يعني انا لا يعني حتى هتقابلك مشاكل شويه في طريقه، هتاخد وقت شويه لحد ما تشوفي تكتبي قصه حلوه، لان لما بتيجي تستخدمي ديسكريبتيف وتيجي تعملي انترفيو هيبدا القاري يقول لك ايه، طب انت ليه مكرره الكلام هنا فيه تكرار كتير، فممكن ساعتها في الكتابه هتعملي ايه بقى، هتاخدي الفكره اللي هي مؤكده كلها وتحطيها كلها مع بعضها في عنوان، يعني بالبلدي هتخليها بالافكار مش بالميثود، يعني الكتابه هتتكتب بالافكار وليس بالميثود. انا فكر اسويها كده. ده منطقي ساعتها الترينجليش اللي هي معنى بالنسبه لنا. فانت هنا في افكار مؤكده من ثلاث طرق، في افكار من طريقتين بس او كده، فانت بتتكلمي بالافكار مش بالميثود، فده ممكن ده كلام منطقي كده، وهيبقى شويه في شويه خلاطيس كده معاكي هتتعبك شويه، لكن سهله يعني مش هتبقى حاجه كبيره، يعني هتبقى متعبه بس هتبقى صح، بس هتبقى متعبه يعني فاهم، مش ما قلتش غلط بس هتبقى متعبه. جميل. يبقى احنا كده عندنا انواع الترينجليشن، ممكن بالسورس، ممكن بالمين اللي بيقيم، ممكن بالثيري نفس الكلام بالظبط بس بثيري مختلفه، او ممكن بالميثود ميثودز مختلفه، ده يعمل برضه الترينجليشن. جميل. ها مين تشين اوف ايفيدنس increase reliability، ان انا بحط evidence كتير لسبورت الحاجه الواحده، ده بيقوي لي الريلابيلتي بتاعتي. External observer should be able to trace the steps in either direction، يقدر يشوف السيكونس الاحداث فيقدر يشرح بشكل احسن، وانا كمان مش داخل في الموضوع فانا شايف بشكل احسن. Report should be make sufficient citation to relevant portion، حلو قوي ان انت دايما يعني استخدم دايما الايفيدنس الدليل بتاعك اكتر من مره وتاكد عليه. اوكي مهمه قوي ريفل اكشوال ايفيدنس اند سيركمستانسز، لما تيجي تشرح الايفيدنس الشيء اشرح ليه حصل. دايما في الكيس ستادي ركز على كلمتين دايما في الكتابه، هاو واي، دايما طريقه كتابتك كده. اكتر حاجه ممله انا بكره قوي الطلبه كتير، يعني لما تيجي مثلا ايه بتابعه ابو الشفر عليه ولا بتاع وتلاقيه كاتب، واقعد اسال نفسي هو ليه كاتب الكلام ده، يعني حتى الطلبه لهم اول حاجه اقول لهم هو انت ليه بتكتب الكلام ده، انا مش عارف انت بتكتب عايز تقول ايه يعني. فحلو قوي ان انا اكون ايه في بدايه الشابتر كده، ذا ايم اوف ذا شابتر از تو مثلا اكسبلين كذا، فانا فهمت انت عايز تقول ايه. تيجي بقى اول عنوان تقولي انا في العنوان ده انا عايز اقول لك كذا كذا، بالبلد كده عامل اللي بيقرا ده ان هو عايز اهبل، وبعد كده ادي الدليل. يعني دايما طريقه الكتابه العلميه قول اللي انت عايز تقوله وادي دليلك، دليل، وادي كونكلوجن. والكونكلوجن ده يرميني على الخطوه اللي بعد كده، ودليل، وبعد كده. وفي ناس بتحب تحب تعمل جدول في الدلائل في الادله، اوكي، بحيث ان ايه ان انت بسهوله باذن الله نخش على كواليتيف، هوريك ازاي الناس تعمل الادله بشكل جداول، بتبقى حلوه قوي سهل كتير. ادي الادله اهي، بوم بوم بوم، وادي اللي انا عايز اقوله ادله، انا عايز اقوله ده ادله، وفي علاقه ما بين اللي انا عايز اقوله واللي انا عايز اقوله واللي انا عايز اقوله واللي انا عايز اقوله، في قصه. وعشان كده بيبقى في فريم ورك، في طلبه بتحب تحط الفريم ورك في اول الرساله في اول الشابتر كده مثلا، وتحط ايه سيكشن 2.1 سيكشن 2.2 سيكشن 2.3، فانا من اول ما اقرا كده الله انا كده فهمت انت عايز تقول ايه، اقرا اللي انا عايز اقراه بقى. لكن انت قاعد تكتب حته من الشرق حته من الغرب حته للبتاع ده، انا مابقاش عارف انت عايز تقول ايه اصلا، واقعد اقرا كده انت عايز تقول ايه يا جدع، انا زهقت منك فهمتني. فتخيل القراءه ده واحد عايز يخش الحمام، فتخيل انت عايز تخش الحمام بتقرا في قد ايه فهمتني، فانت ما تديش اللي قدامك دي فرصه ان هو يسق من القرايه بسرعه، دايما كده في سسبنس كل شويه كده. ها ريبورت شود ميك سفيشنت سيتيشن، احنا خلاص قلنا الكلام ده. جميل. جود كيس ستادي بقى، الجود كيس ستادي اول حاجه كيس ستادي ماست بي سيجنيفيكانت، الكيس دي حاجه تكون مهمه البشريه عايز تقرا عنها، ما اجيش اقول مدرسه بقى ام المؤمنين ولا صادق الرافعي ولا مدارس اللي هي تحت بير السلم دي ما حدش عارف عنها اي حاجه دي، واروح انا ايه اعمل عليها كيس ستادي، الا اذا بقى مدرسه صادق الرافعي دي اللي متخرج منها مثلا احمد غريره، ساعتها دي حاجه مهمه جدا ان احنا نفهم بقى المدرسه اللي خرجت لنا الراجل زي ده، فدي تبقى قصه. ماشي كده كيس ستادي اتعمل. اوكي زي مدارس التون اتعمل عليها ريسيرش كتير قوي اليومين دول، اسمها مدارس التون. مدارس التون ديت بالتجربه وبالمشاهده حوالي 80% من المناصب السياسيه اللي ماسكاها بريطانيا خريجين مدرسه التون الابتدائيه. هل دي صدفه؟
كل البرايم مينستر الرجالة اللي مسكوا بريطانيا آخر 30 سنة من مدرسة واحدة بتاعت ابتدائي واعدادي. هل دي صدفة؟ فهنا بقى هنا بقى في انفستيجيشن كتير. حتى الملونين اللي بيمسكوا الحكومة كلهم من نفس مدرسة طبيعية، 80% بقى كل المحافظين تقريبا 80% من المحافظين اللي ماسكين بريطانيا متخرجين من نفس المدرسة. ايه بقى؟ هنا بقى كيس دي از فيري سيجنيفيكانت. مش كده كل شويه طالعه في الاعلام، كل الباحثين بيروحوا يدرسوا مدرسه ايلتون دي. انا عايز اودي عيالنا كمان ايلتون بصراحه، لا في ناس بدات تنقل اصلا عشان تعيش هناك عشان تودي عيالها المدرسه دي. ايه ده؟ بتطلع ايه دي؟ في ثلاث اربع مدارس كده هي اللي مسيطره على بريطانيا كلها. في مدرسه في بريطانيا، ودي اتعمل عليها بحث من فتره، مدرسه واحده طلع منها حوالي 6 واخدين جائزه نوبل اعدادي وثانوي. ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ مدرسه واحده ما طلع منها 6 جائزه نوبل، ايه بتعلم ايه يعني؟ هنا بقى الكيس دي لما تيجي تكتب عنها، الكيس اللي طلعت 6 جوائز نوبل، يا نهار اسود الارض كلها تقرا البيبر دي. انت الريدر شيب بتاعتك، عدد القراء والداونلودز والسيتيشن هتعدي المليون سيتيشن. لكن تيجي تقول لي بقى كيس ستادي اللي مطلعها لي ماهر، مين ماهر ده يا جدعان؟ انا بهزر طبعا. انا نفسي مش مقتنع يعني، انا كماهر ما عنديش مشكله. فهي دي الفكره، لازم تكون الكيس اللي انت بتختارها دي سيجنيفيكانت، الناس عايز تقرا ايه اللي انت بتتكلم عنه ده. The case study must be complete. اوكي، لازم يبقى واضح الباوندرز بتاعتك كويس، الكونتكست اللي بتتكلم فيه، ظروف المدرسه دي في انه دوله، انه ظروف القارئ لازم يفهم كده الباك جراوند بتاعت الموضوع كويس. collection of all the evidence. okay, absence of certain artificial conditions. لازم تكون الconditions بتاعتك كلها واضحة، مفيش معاد في التفكير بتاعك. يعني بالبلدي كده اللي يقرأ الشابتر بتاع الباك جراوند بتاعت الكيس يحس ان هو داخل المدرسة، فهم كده المدرسة دي بتتكلم عن ايه. must consider alternative perspective reflexivity، مهم قوي عشان تبقى كيس صادق كويس. وانت بتكتب دايما تستفيد بالليتريتشر وتأيد بالليتريتشر وتكبر في الليتريتشر وتستخدم كونستراكتس من الليتريتشر عشان تبين الفاليديتي، عشان تبين الفاليديتي بتاعتك. must display sufficient evidence، الدليل. دايما كان واحد يقول لك ايه كلمه جميله، او يقول لك ايه qualitative research is nothing but evidence. qualitative research is nothing but evidence. qualitative research ده ملوش اي معنى بدون الايفيدنس. نفس الكلام في كيس ستدي، بدون ايفيدنس انت بتقول كلام هرتلة. خلي بالك الكلام ده مختلف كتير قوي مع ديزاين ساينس. لما تيجي تقرا ابحاث ديزاين ساينس، انا اول ما قريت ديزاين ساينس ده كنت هتجنن. العالم بتستعبط استعباط، اقسم بالله بحس ان هم يعني بص ولاد حد كبير قوي في البلد. الولد ما بيحطش ايفيدنس واحد في البيبر، قاعد يحكي ومفيش ولا ايفيدنس. حد يقدر يكلمه؟ تعالى كده هات لي بقى ستيف ايفنس دوت، ولا قول له بقى هات لي ايفيدنس. انا بص العلم ده فيه وصلات كتير يعني، انت فاهم، ما تاخدش بيه يعني. ديك انت بقى اكتب لي بقى وادينيش ايفيدنس، بيبقى ديسك ريجكشن يابا، ديسك ريجكشن. اوكي، بس انا اللي سمعته من واحد يعني بروفيسور كبير من الناس اللي هي الواسطه، انا كنت بظن ان هي واسطه بصراحه، اتكلمت معاه قلت له انت تشوف كواليتي ومفيش ايفيدنس، انت ابني بتعمل ايه من الاخر كده، ايه اللي بيحصل يعني؟ قال لي لا، ما انت مش فاهمين اللي انا بعمله. قلت له ايه؟ قال لي انا بحط 2 فايل، فايل للايفيدنس وفايل للاناليسيس، وببعته للاديتور وبطلب منه ما ينشرش الايفيدنس لخصوصيه الشركه. فدي كلمة السر اللي الناس كتير ما تعرفهاش. qualitative papers، انت متخيل ان مفيش evidence بس هو حقيقي في ملف تاني هو بيبعته فيه evidence كتير بعته معاه، بياخد sample منها في البيبر وبيخبي الباقي. اوكي، ما بيقول لك انا مش عايز انشره لان الناس دي لو قرت اللي هي قالته ممكن تأذيني، فممكن ما تنشرهاش. فدي البوليتكس اللي بتحصل اللي احنا ما نعرفش عنها كتير. لما تشوف البيبر qualitative ما فيش يا جدع ايفيدنس خالص، العالم دي بتستعبط ولا ايه؟ وانا مش بتاع ابن الكلب كل شويه يقول لي ايفيدنس. ايه المشرف الحقير ده؟ هو مش مشرف حقير. انت اللي مش شايف الصوره كامله. اوكي، فانت محتاج جدا sufficient evidence. كلمه حلوه قوي كلمه sufficient دي. اوكي، لازم يكون sufficient composed in engaging manner. لازم طريقه كتابتك تكون حلوه ولذيذه، ان اللي قدامك مستمتع بالقرايه، ما يملش بسرعه منك. كلام التقليد القديم اللي احنا عارفينه المحفوظ ده سيبه في الاخر، ما تكتبوش، خلي دايما الكلام اللي فيه شوكس او فيه سربرايز. جميل. اخر حاجه اللي هو الايه، الايفيدنس. احنا اتفقنا ان انا هوريكم الايفيدنس. اول حاجه انا عايز اوريها لكم الاس سي اي جورنال رانكينج. ادي الاس سي اي جورنال رانكينج دي ميزتها ان هي عامه بكل المجالات. اوكي، فانت كل مجله مكتوب فيها السيتيشن الاتش اندكس، السيتيشن بتاعها.
اوكي وكيو 1 يعني ده اعلى حاجه. الاس سي اي جورنال رانكينج ده في ميزه وفي عيب. ايه هو؟ ادي فرصه شويه. يعني ايه ادي فرصه شويه؟ يعني كيو 1 اللي هو فور ستارز يعني كتير قوي 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 قوي, قوي. فما تقدرش تعرف مين الاليت فعلا الحاجه العاليه قوي والحاجه نص نص لان كيو 1 كتير قوي. بس انت لو لقيت في كيو 4 بيبر فيه معناه ان هي رابش 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 يعني اوكي. فلو لقيت في حاجه كيو 4 معناه ان هي رابش موت يعني اوكي. تعال نبص مثلا بيبر مثلا زي مين؟ زي مثلا ام اي اس كوارترلي اوكي مانجمنت انفورميشن مثلا كده مانجمنت انفورميشن اوكي. هيطلع لي هنا يقول لك انت قصدك مين؟ اقول له انا قصدي مين دي مثلا. دي اصلها في امريكا. بص دي الاتش اندكس بتاعها كام؟ يا نهار اسود. يعني في الافرج البيبر بتاخد 216 سيتيشن. يا نهار اسود انت متخيل الرقم؟ يعني كل بيبر فيها بتعمل لها سيتيشن 216 مره يا معلم. شايف هنا تخصصات الكمبيوتر ساينس كيو 1 كيو 1 كيو 1 كيو 1 اوكي. دي مجله طبعا عاليه جدا جدا جدا. في مثلا اي تريب نتكلم مثلا على المانجمنت جورنال اوف مانجمنت دي بقى طبعا من المجلات اللي هي ايه اللي هي توب اوف ذا توب. اهو جورنال اوف مانجمنت شايف دي 208 يعني كل بيبر فيها بتسايت 208 مره. في مجله مضروبه بقى الناس كتير بتستخدمها وانا بصراحه يعني ببقى متضايق قوي اسمها بروكيديا عشان هي بتنشر كتير اوكي. هات لي اي بروكيديا يقول لك احسن نشرت عندي بيبر. شايف الامباكت فاتور بتاعها كام؟ بروكيديا ديت حاجه ضعيفه جدا 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 جدا. شايف مثلا بروكيديا هنا 30 اوكي ملهاش اصلا كيو ملهاش كيو اصلا ملهاش كيو اوكي. فانت هنا في واحد يقول لي طب انا عايز اشوف بس بالعلم بتاعي يا عم امجد مفيش مشكله. انت ممكن هنا تقول له هنا الجورنال رانكينج وتقول له انا عايز الكاتيجوري بتاع مثلا الايه البيزنس مثلا المانجمنت انت تخصص ايه مثلا ايدوكيشن. احنا عندنا معانا ناس كتير ايدوكيشن نار ايدوكيشن هاخد الايدوكيشن. عندي كم مجله في الايدوكيشن بالصلاه على النبي كده 1401 مجله. يا نهار اسود العلم ده كبير قوي. يجي يقول لي واحد ساذج شويه يقول لك ايه اصل انا دخلت على جوجل سكولر وما لقيتش. اصلا كتير من المجلات ما بتحبش تحط شغلها على جوجل سكولر فانت بتقول كلام زعبوله جدا. جوجل سكولر ده مش شرط ده المجلات المضروبه اللي بتحط فيها. مجالات كتير جدا محترمه ما بتحبش تحط شغلها على جوجل سكولر. فانا محتاج اعرف المجلات. شايف هنا دي ريفيو اوف ايدوكيشنال ريسيرش انترنت اند هاير ايدوكيشن سوشيولوجي اوف ايدوكيشن دي المجالات الترتيب بتاعها والدوله اوكي. بس زي ما قلت لكم المجال الجورنال رانكينج ده دي برحه شويه. يعني ايه؟ يعني امباكت فاكتور اوكي. امباكت فاكتور مثلا بتتكلم في امباكت فاكتور كام؟ امباكت فاكتور مثلا 1.8 من 10 هتبقى لي كيو 1. فدي ايه شرطه شويه يعني تحس ان هو العمليه ايه شايف كل ده كيو 1. طب مين كيو 1 يا جدع؟ فكيو 1 معناها ايه؟ هم 1400. فاعلى اعلى كام؟ اعلى 400 بيبر. ده مش معناه ان هو كويس هو معناه العلم ده فيه مجالات كتير قوي فده الشكل فيها. فده حلو بس فيه زي ما قلت لكم فيه ايه عيوب اوكي. فده كويس. لو انت البيبر اللي انت بتقرا لها بقى ملهاش يبقى انت ايه بشكلك كده في البطاطا خالص. دي اول نقطه. دي اول معلش دكتور معناته اللي اعلى اوكي الكيو 1 كثيره الحين كيو 1 بس مثلا اخذ العشر اللي فوق هي اللي معناته انها ممكن تكون افضل. كمان في حاجه لاحظت مثلا بريطانيا كندا امريكا هل يفرق لما اجي انشر عشان يعني باذن الله يعني مثل ما تقول اتاكد اني راح اخذ الدكتوراه لو مثلا حبيت يعني بعد يعني انشر نهايه السنه هل مثلا مفروض اني انشر في تبع بريطانيا او عادي يعني مش كلها ملاش معنى اصلا يعني كل دي بس غالبا الامريكيه بتلاقيها بوستفست شويه البريطانيه بتلاقيها انتربريتيف شويه بس وطريقه الكتابه شويه كمان بس ان احنا نكتب هنا شويه كده يعني الحاجات المزاميز دي بس حتى المجالات الامريكيه بتبقى بريطاني ومجالات البريطانيه بتبقى الامريكان يعني شكل دي مش احنا دلوقتي عالم قريه صغيره جدا معلش السؤال زعبول لي دكتور هل النشر فيها هذه فري ولا لازم تدفع؟ مبدئيا كده 99% من المجلات المحترمه تاخد فلوس و99% من المجلات النصب تاخد فلوس. انا بنشر بيبر عندك
يعني انا اللي تعبان ادفع لك فلوس؟ يعني مين اللي يدفع لمين يا جدع؟ لان البيرو بتاعتي تتباع ب 100 باوند. بس انا كمجله معروفه ومشهوره انا برضو بديك يعني بديك دعايه مجانيه برضو. انا لما تحط اسمك انت اوكي انت عندك شغل جيد كواليتي بس ازاي هتعرفك الناس؟ لازم هي المجله بتدفع فلوس عشان انا مش ناس تقراها معلش في الكلمه يعني انا دلوقتي باحث محترم ومرموق بحثي حلو والناس محتاجاه مش العكس. انا مش ببيع نفسي في الشارع انا اخش فيسبوك واعمل مقالات بقى اولى اوكي. الاوبن سورس هو بيج بزنس اني واي بيج بزنس. لا مش معناه ان في مجلات محترمه ما بتعملش بس قليله. المجلات المحترمه غالبا بتديك الفرصه تشتغل اوبن. طيب معلش معلش السؤال اخر لو سمحت. هي المجله شو حتستفاد طالما هي مش حتاخد منك فلوس وهي حتنشر الكلام هذا؟ شنو المردود اللي حيرجع على المجله هذه؟ بتيجي من القراء. القارئ اللي بيعوز يقرا بيدفع فلوس. المجله البيبر بتنزل ب 50 باوند. اوكي انت لما يكون ليك قيمه سوقيه الناس هتدفع فلوس عشان تقرا. الشركات ممكن تدفع في البيبر 100 باوند اغلى من الكتاب. هو مش اوبن يعني. يعني انا الان لو دخلت على اي مثلا يعني بيبر مش اكسس يعني لازم تدفع فلوس عشان تقرا. لو انت مش في جامعه من الجامعات مثلا معينه مش هتقدر تنزلها الا لما تدفع فلوس. تنزيلها الواحده ب 40 باوند 50 باوند 100 باوند كمان. واحيانا بتلاقي الحاجه ب 100 باوند وتلاقيها موجوده على اكاديميا او على ريسيرش جيت ببلاش فور فري. بس المهم ان حد يعمل لك مثلا ريكومنديشن او حاجه او يكون لك اكونت على الريسيرش جيت. بالظبط. طبعا يبقى عندك ايميل مش عارف جامعي وايه وكلام زي كده. بالظبط. وهناك بقى مثلا بعض برضه الباحثين بيبقوا عاملين ليميتيشن على حاجات معينه ما بيحطش الفول تكست. ممكن تطلب منه الفول تكست ولو الباحث يعرفك ممكن يبعته لك. زي مثلا الدكتور امجد كده دلوقتي بعت له على فول تكست من يجي كام يوم ما ردش عليا ما فيش مشكله. اخش ادور عليها على طول دي اخش اجيبها واديها ابعت لك اللي انت عايزه كده. لا انا بدور على رساله الدكتوراه من يوم والاقي صعوبه في ان انا الاقيها. لا موجوده انا رافعها. رساله الدكتوراه بتاع الدكتور امجد؟ معايا. طب كنت تقول لي وانا بعتها لك. موجود. انا رافع كل حاجه ما فيش ما بخبيش حاجه. انا كل حاجه رافعها. انا يعني البيبر قبل ما بعملها فيديو فما بت... ما, ب... ما, ب... ما, ب... ما عنديش انا حاجه. لقيت كل الشخصيات اللي بنتكلم عنها رياض عيد وامل وعبد الله ومين. ايوه. انت هتلاقي كل الرسائل بتاعتهم اوريدي موجوده وهتعرف تنزل الحاجات دي كلها. ما هو بقول لك الريسيرش جيت جميل جميل جميل. جميل جدا جميل فعلا. ده مين ده اول واحد. ده بقى مشكلته مش معترف بيه في اماكن كتير قوي. لما تيجي تقول انا عملت كيو 1 من ده يقول لك انا عم تعبت انت بقى. ما هو اصل كيو 1 ده كتير قوي. تيجي بقى تشوف المجالات اللي بجد بقى اللي فيها ايه بقى يقول لك انا نشرت فور ستارز تعمل كده بقى ضمن الناس بقى. تقول انا الواد الجدع جدا بقى. ده اللي هو مين بقى؟ ده الاليت بقى الاي بي اس جونيور رانكينج. واو ده العفريت الكبير بقى. ده بقى اللي هو بقى الجامعات بتتقيم عليه والرانكينج والقصه والخناقه كلها البلاوي كلها بقى. ده بقى العفريت الكبير بتاعنا بقى. ده احنا حافظينه بالقلب. ده بقى حياتنا. شايف كم واحده فور ستارز؟ 1 2 3 4. شايف 1 2 3 4. تيجي مثلا في الايه في شايف هنا في العلم ده مثلا في الايكونومكس مثلا شايف كم واحده في الايكونومكس؟ اهي انا اوف ستاتستكس ايكونومتريك جورنال اوف بوليتيكال ايكونومي كوارترلي اهو دول 4 5. وبعد كده في 4 في الايكونومكس. وبعد كده 3 وبعد كده 2. شايف بس الفور ستارز هو في 4 ستارز وفي 4. الفور ومعاها ستار دي بقى اللي انت تاخد بروفيسور بيها بقى. شايف كل ده تيجي هنا في علم تاني ده كل ده الايكونومكس. اوكي شايف الايكونومكس قد ايه. تيجي مثلا علم مثلا زي ايه اهو ده علم تاني جورنال اوف مانجمنت اهو علم المانجمنت اهو. شايف كم واحده في علم المانجمنت؟ 4. تنشر انت في اكاديمي اوف مانجمنت جورنال يعملوا لك حفله بقى ويرقوك وبتاع. الجامعه بتاخد على البيبر دي حسب ما اتذكر حوالي 50,000 باوند. يعني الجامعه لما انت بيبر فيها تدفع الجامعه بتاخد من الحكومه حوالي 50,000 باوند غير الرانك. لو المسكين اللي نشر بياخد ايه؟ لا ما بياخدش. هو بروفيسور بقى بياخد 100,000 في السنه بقى.
ما هو البروفيسور مطلوب منه ينشر واحده من دي عشان يكون مرتب. هو البروفيسور ما بيشرحش للطلبه يعني، ما بينزلش كده زينا العيال كده تعالى هنا يا وادي تعالى وادي زعل العيال كده، مش الكلام ده. البروفيسور قاعد يعمل بيبرز ماشين اوكي، هم بيدوا 100000 150000 200000 مش عشان هو بيدرس اللي هو مدرس شاطر، عشان هو بيجيب فلوس للجامعه من خلال البيبرز ديت اوكي. وكمان مش كده وبس، كمان رانك الجامعه كمان، هو لما ينشر في الحاجات دي رانك بيزيد. هما ليه بيعملوا ريسيرش فيلو وليه بيعملوا سكولارشيب؟ هو ليه الجامعه بتعمل سكولارشيب عبيطه يعني؟ يتقول لك سكولارشيب لو انت هتنشر لي 3 بيبر 3 ستارز، ال 3 بناخد عليها 20000 في 3 يعني 60000، دفعت لك مصاريف ايه دراستك؟ ده البيزنس اللي بيتعمل. هما ما بيدوش سكولارشيب محبه كده للشعب او هم عبط يعني معاهم فلوس بيرموها في الشارع، لا هو بيعمل سكولارشيب بيشوف الاول في الابلكيشن هل ده هيطلع منه 3 بيبرز؟ لو هيطلع منه 3 بيبرز يعني هيكتب لنا حوالي 60000 باوند، اه يبقى احنا كده ندفع له فلوس هو هيجيب لنا فلوس اوكي. فهو هو البيزنس كده، ده البيزنس بتاع بريطانيا. بريطانيا كلها قايمه على بتاع الملف الكلب ده. طيب دكتور، ايوه دكتور، هل في امل يعني انه ممكن ان نسويها الحين واحنا طلاب دكتورانا ننشر كده في مجلات؟ على فكره ده مش صعب يعني، اعرف ناس كانت نشرت 3 ستارز و 4 ستارز وهي بتعمل دكتوراه عادي. بالعكس فترة الدكتوراه هو أفضل فترة تعمل 4 ستارز 3 ستارز. ليه؟ بص هو 4 ستارز 3 ستارز مرحلتين في العمر. ال 4 بالذات، في 3 سهلة 3 ننشر فيها كتير. 4 ستارز ليه؟ هي دلوقتي ولما تعجزي لما تكوني كبيرة في السن. دلوقتي أنت بصي، إحنا أنا أكاديمي أوكي؟ وقتي للمذاكرة مش زي ما أنا كنت بعمل دكتوراه. فالطالب الدكتوراه هو بيقرا في موضوع واحد بس بيقعد فيه 3 سنين، فهو اكتر واحد يعرف المجال، اكتر من المشرف، اكتر من اي حد، اكتر من رئيس المجله. لو هو فعلا بيذاكر وقاعد يقرا كل يوم بيبر في اليوم مثلا، في خلال السنه الاولانيه دي ممكن يكونوا قرا له 250 بيبر في المجال. يعني هو بالورقه والقلم كده هو اقوى واحد في العلم ده. ثقه في نفس شويه طريقه كتابه ومشرف في التكات اوكي خلاص. يعني انت لو بتقرا بيبر واحده في اليوم وبتذاكرها وبتحفظها، بيبر واحده في اليوم في اول سنه دي 300 بيبر حفظتها في الفيلد ده. استحدى حد على الارض كلها يكون اوير بالفيلد زيك، اتحدى. فاغلب اللي بنشوف فور ستارز يا طالب دكتوراه يا راجل عجوز بقاله سنين في الفيلد. اللي في النص بقى اللي هم احنا دول، بقى اللي في النص دول صعب جدا عليهم فور ستارز، لان احنا دلوقتي انا دلوقتي خلصت الدكتوراه بتاعتي كنت شاطر في المجال ده، دلوقتي بقى بعمل ابحاث في مجال تانية ونط من هنا لهنا لهنا لهنا، ما عنديش الوقت الكافي ان انا اذاكر كميه البيبرز ديت ولا قد المجهود اللي بيديها طلب الدكتوراه. فبننشر ايه 3 ستارز اللي هو عندنا كونتريبيوشن نولج بيبر صغيره. 4 ستارز لما تقريها تلاقيها تخينه، تلاقيها فيها لتريتشر كتير، التريتشر دسم مبذول فيه مجهود يعني، الكتب ده قعد فيه سنه على الاقل كتابه، مش الا اذا واسطه يعني. في ناس تكتب واسطه 4 ستارز مالهاش دعوه بيهم، اتكلم على ناس طبيعيه لا تحس ان في مجهود، الراجل ده قاعد كده يعني 3 سنين يعمل في البحث ده، فاهماني؟ فده احسن وقت ليك تعمل 4 ستارز. وكتير كتير 4 ستارز وهو طالب دكتوراه، يا هو طالب دكتوراه يا هو عجوز. الناس اللي في النص دي ما بقاش عندها الوقت ولا المجهود ان هي تشيل 4 ستارز بسهوله. ممكن بقى يكون يعني سينيور ليكتشر ريدر اللي هم الناس اللي بقى لهم سنين في الاكاديميه يعني. بس دكتور رحم الله امر عرف قدر نفسه وقف عنده، احنا كطلبه يعني عرب او 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 اللغه الانجليزيه مش الام، يعني بتنصح ان الواحد مثلا ينشر في 3 ستار يعني ال 4 ستار هذه ممكن يعني يكون يعني هقول لك دراسه ضحك او كده. نعم هقول لك دراسه ضحك. عملوا دراسه على الفوكابس الكلمات اللي مع الاجانب والانجليزي، لقوا الاجانب معاهم فوكابس اكتر من الانجليز، يعني كلمات اكتر من الانجليز، والاجانب بيكتبوا احسن من الانجليز. ليه؟ لان احنا لو انت بتسمع كلامي، لو انت عايز تكتب بقى بصح، لو انت عايز تشتغل صح، لو انت من دلوقتي تمسك كده كل بيبر وتحفظها هتحفظ كلمات علميه، مش هتبقى معاك كلمات ساقيه، مش هتقول كلمه فيري مثلا ولا هتقول الكلمات الضعيفه بتاعت الانجليز، هتقول كلام علمي. الانجليز نفسهم ممكن يعاني ان هم يفهموك عشان انت بتقول كلام علمي قوي. فاحنا ميزتنا بنتعلم الانجليزي القوي بس، ما عندناش الانجليزي الضعيف الركيك بتاعهم في الشارع. فاغلب الكتاب المشاهير هم صينيين، هم يعني يونانيين، فهمتني؟ لان دي مش لغتهم، هم ما اتعلموش غير اللغه الانجليزيه على ابوها اللي هي الكلمات المعلميه المظبوطه، فما بيعرفوش الكلمات اللي شبه المترادفه ليها اللي في السوق. دي حاجه. ثاني حاجه، في كتب في كتب بس ما تضحكش عليا يعني في الكلام يعني اوكي، في كتاب اسمه 11 بلس، ما تضحكش عليا اوكي، بس الكلام ده انا عرفته من الناس يعني كبروا بسرعه.
اسمه 11 بلس. اوكي كتاب 11 بلس ده مضحك جدا، ده كتاب اللي بيدرسه العيال في الابتدائي الابتدائيه عشان يخشوا اعدادي. الكتاب ده فيه 1000 كلمه، كلمات كلها مجعلصه معقده كده. فالعيال عشان تقدر تخش اعداديه في بريطانيا بيسموها جرامر سكول، محتاجين يذاكروا ال1000 كلمه دول يحفظوها. لو ما نخش فيها بيخشوا معهد اعدادي اللي هي مش 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 جرامر سكول، بيخش مدارس زعبله. اوكي فالكتاب ده ابن كلب جامد جدا جدا جدا، خده. انا بعمل كده واحفظ كل 10 كلمات مع بنتي. دكتور اكتب اسمه 11 بلس 11 بلس 11 بلس اكزام، فظيع. شويه كلمات مع انا بكتبها كده بحس ان انا بعمل مزيكا. انت تلاحظ حتى الاكاديميين كلهم بيستخدموا الكلمات بتاعت، يعني انت بتفتح 11 بلس كده تقول اه لا لا ده الواد ده بيستخدم الكلمات دي، قال لا ده بيجيبوا كلمات دي ان كلمات شكسبيريه دي اللي هي مش انكريز مثلا، احنا بنقول ايه انكريز، لا يقول لك ايه، يقول لك ايه فاشينيتنج اللي هي جايه من الفاشيزم، يعني ايه يا عم الكلمات القويه دي. فالكلمات دي يعني بيبقى ليها مراجع تحفظها، انت احسن من الانجليز فيها. لو انت جبت ال 11 بلس ده كل يوم 10 كلمات بتحفظها هتلاقي الفوكابس بتاعتك اتحسنت كتير. وكده كده بروف ريدر يابا اللي بيعمل الشغل، يعني انت برضو يعني انت بقى هو البروف ريدر مش عارف الكلمات المجعلصه دي، انت بتاعتك انت بروف ريدر بقى يصلح لك الجرامر بتاع كده الحاجات العبيطه دي. فطلب الدكتوراه عنده فرصه النشر فور ستارز اعلى كتير جدا جدا من من اللي هم احنا بقى اللي احنا عندنا تدريس وجامعه ومرواح ومجي كل يوم والوجع الدماغ ده. في مرحلة المقترح يا دكتور نقدر ننشر إشي في مرحلة المقترح ولا لازم نستنى التحليل والأشياء هذه وجمع البيانات؟ طبعاً بتعمل، طبعاً كتير بيعملوا بعد السنة الأولانية بيعملوا conceptual paper أو systematic review أو meta study. لو أنت مسكت كتاب في meta study وذكرته ممكن تعمل لك حتة paper meta study حطيتك خطوة في العلم طلعتك سنة السبعة. نعرف واحد اسمه إنكا، إنكا ده طالب دكتوراه. بص بقى هو حظه زي حظي أنا برضه محظوظ زيه كده. أوكي الولا إنكا ده جه عمل سيستماتيك ريفيو ميتا ستادي وهو ثانيه دكتوراه، ثانيه دكتوراه جميل، هو واد فنلندي ثانيه دكتوراه. الولد خلص دكتوراه بقى ادغر في مجله 3 ستارز، شايف؟ طلع اللي بياخدها من الاول بياخدها صح، وهو كده كده بيعمل تريتشر ريفيو، بس هو بدل ما هو بيعمل تريتشر ريفيو عبيطه زي ما العيال بتقعد تضيع وقتها في الهبل، عمل تريتشر ريفيو صح ميتا ستادي بوم نشرها صح انتهى. مشكلتنا ان مفيش جايدنس، فلما ما يكونش عندك جايدنس بتضيع وقت كتير في هبل. لو في حد يقول لك تعالى عايز تعمل ريسيرش ريفيو اعمل ميتا ستدي بوم، تشتغل على ميتا ستدي انت بتاع شغل وتعملت الميتا ستدي انشر بيبر طلعتك السما. لكن يعني المش بقى المستفز اللي ما بيرديش يدي كومنتات ولا بيعلق ولا بيدي نصايح ده بيضيع عمر العيل ليه 6 7 سنين وما عندوش حتى كوتشن. يا والله العظيم بشوف طلبه والله 6 سنين في الدكتوراه والله ما عنده كوتشن والاناليسيس كلها في خدبه زعبله زعبله مفيش، ما الواد مش عارف هو بيعمل ايه اصلا، قاعد يعمل حته من شرق حته من الغرب يخش لسه. والله واحده يعني من 3 4 ايام خدت ام في الحاجه حاجه مؤسفه، قلت لها هعمل لك الله غالب خلاص خدت ام في سقطت دكتور بعد 4 سنوات اخذت ام في بعد 4 سنوات واحده سعوديه والله لسه مكلماني من يومين قلت لي الحقني ومش عارف قلت لي اللي حصل يعني انا بغض النظر هي ستة حلوه ولا وحشه بس انا زعلت ان انت يعني ان مش شفه سابتها لحد ما خدت المشكله ما خدتش سقطت يعني ما خدتش مثلا ريفايفا ولا ريسب مشان هي خدت ام فيلم يعني سقطت خالص يعني ما لهاش فرصه حتى تعمل حاجه هتبتدي دكتوراه من الاول خالص سقطت. فحاجه حزينه يعني المشرفين عالم حقيره بصراحه اللي بيسيبوا الطلبه ولا اشراف ولا يقول لهم اي حاجه ممكن تكون هي عايزه تشتغل بس ما حدش بيقول لها فشيء حزين يعني. فلما بيكون مشرف شاطر وبيقول نصايح كويسه للطالب بيبقى عارف خلاص انا همسك المجله دي همسك مجله مين اكاديمي اوف مانجمنت جورنال مثلا الصديق قوي يعني مثلا انا عارف والله طلب الدكتوراه مش عارف فيها يعني بس هو الواد بيذاكر كويس انت فاهمني. فانت شوف المجلات هنا 4 و 3 ستارز دور كده وانا انصحك بقى اتعلم منها خد ال 4 ستارز دول اوكي في اي فيلد وده اللي ذاكره ابدا بقى استلهم منه اتعلم منه افهم منه البرسبكتيف السير ازاي بتكتب ازاي نظرتك بتتعمل اي حاجه بيقولوها الناس اللي في فور ستارز دول بقى كلام مقدس على كل المجلات اللي تحت. اوكي دول ارباب العلم عندنا دول اللي فاهمين احنا بنتعلم منهم كلنا بنتعلم منهم. فاي واحد ينشر في المجلات ديت خلاص هو كده خد الباسبور بتاعه ان هو ويل استابليش في الاكاديمي انتهى الموضوع. فانا طيب انصحك ال ABS ده عامل زي سكيماجو كده في حاجه ان انا ممكن ادور على الفيلد بتاعي فيها؟ طبعا هو بصي هو انت المفروض تعمل سبسكريبشن فهو الناس عشان السبسكريبشن دي ممل والموقع اصلا ممل في السيرش بتاعه فالواد ده راح ضرب البتاع ونزلها لنا PDF كده زعبوله كده
في ناس طبعا ضربتها اكسل، افتكر خالد الحسيني كان منزلها اكسل، يعني في ناس راح تنزلها اكسل برضه عشان ايه تسهل عليهم. 2015 اظن كان منضبط، اه ده 2015 ما اختلفش كتير عن 2018. اوكي منظم اكتر، يعني شايف هنا منظم اكتر. ده بقى اللي بيتقاس بالتقييم وترقيم الجامعات وكل الفلوس، كل حياتنا من الكلب ده زي الامنا ده، هو ده شايف. اه اكونت انت تنشر واحد حاجه 1 ستار يقول لك ما نشرت، 2 ستارز ما نشرتش، طول ما انت 1 و 2 ستارز ما نشرتش مالناش فيه، احنا لينا فرصه. حتى لو نشرت في مجله زعبول ماليش دعوه، هي 4 ستارز هنا خلاص. فهي ده حياتنا كلها على ده، احنا حافظينه طبعا. اي اكاديمي في بريطانيا حافظه قلبا قالبا اصلا، يعني انا ما اقتنعش ان في حد اكاديمي مش حافظه، ما ينفعش بقى اكاديمي في بريطانيا، حياتنا كلها عليه ما بنتكلمش غير بيه. اه شايف ده الفور ستارز، شوف الفور ستارز كده فور. يعني انت بتاع اقتصاد صح؟ عمرك سمعت عن مجله اسمها بيومتريكا؟ طبعا لا. ليه؟ بدور على جوجل اروح جايبها بروكيديا، مجلات ام فلوس، اي حاجه في اي حاجه. مش على احمد طبعا غريب، انا بتكلم على اغلب الطلبه اللي عيني مش عارفه هي بتقرا ايه، فبيقرا ربش فتلاقيها وتلاقيها ضعيفه، فتلاقيه مش عارف يفكر. هو مش هو العيب، في العيب ان المشرف ما قالوش في الاول ان في مجلات فور ستارز، في حديث صحيح وفي حديث مضروب وفي حديث ضعيف. فمن الاول انا اعرف ايه المجلات اللي في مجالي انا. ايكونومكس تعالى، دي المجلات الايكونومي، جورنال اوف بوليتيكال ايكونومي، كوارترلي جورنال، احفظهم. يوسف اللي بقول لكم عليه ده حافظ مجالات الايكونومي، بيكتب الايكونومي، هو اصلا مش بتاع ايكونومي بس هو يدخل المجله دي بتكتب كده. شوف التايتلز بتاعها بيكتبوا ازاي، شوف طويل قصير التايتل. في مجلات في الاقتصاد بتقول لك ايه مين اللي اكل الجبنه، هي عناوينها كده، مين اكل الجبنه، مين اللي سال القطه، والحاجات العبيطه دي. هو فور ستارز وهي المجله اسلوبها كده، الابستراكت بتاعها كده، طريقه كتابتها كده. فحلو قوي ان انت شوف المجلات اللي في الفيلد، شوف انت بقى دلوقتي كل واحد فيكم ياخد ده ويعرف هو فين، هو يشوف كم مجله من الفور ستارز والفور يعرفهم، ودي نفسك سكور. ده هم مثلا 20 مجله انت عرفت اربعه بس، تبقى انت جايب اربعه من 20 في الفيلد بتاعك. لو انت تعرف واحده بس من ال 20 يبقى انت تاخد واحده على 20، يبقى انت لسه بدري موت موت موت. ليه؟ انت مش عارف المولد فيه اصلا هتبيع فيه ايه؟ انا لازم اعرف المولد فيه ايه عشان ابيع. فانت بعيد عن المولد اصلا، شوف بقى اتعلم منهم بقى الريسيرش كوتشن بتاعهم بيكتبوا ازاي، اتعلم منهم الاناليسز، ايه الاساليب الاحصائيه اللي بيستخدموها، ايه الاساليب الكتابه اللي بيكتبوها، الدسكشن بيكتبوا ايه في الدسكشن، يعني شوف بقى الحته دي بيبصوا عليها. مين دايما الناس اللي بيعملوا لهم سيتيشن، مين الناس المشهيره عندهم المحبوبين، عشان انت برضو لما تيجي تكتب الليتشر ريفيو ما تختارش ابراهيم محمود اللي قاعد على اول الشارع اللي نشر في مجله زعبوله القله وتقول ده في ريفرنس في 2020 بيقول. يا عم ريفرنس ايه يا عم اللي بيقول يا عم، دي مجله مضروبه بفلوس، راح تقرا لي مجله مضروبه بفلوس تقول لي مجله، يعني ده كلام مش كل المجالات دي بتعرف تقرا مجله. انا كنتش انا احمد غريبه طبعا اتكلم على المجتمع اللي بيفكر التفكير ده كلنا. انا حاسس كل كلامك يعني مش مشكله بقى، ما احمد مستحمل اهو معانا حبيبي ده. طب انا اقصد ده اطلع منه الاكونتنج منين مثلا؟ الاكونتنج طبعا في هنا الاكونتنج كامل، الاكونتنج كتير يعني ما شاء الله يعني اهو اكونتنج اهو. التخصصات البينيه اللي هي الناس اللي مالهاش اصحاب يعني اكاونتنج ايكونومكس فاينانس. طب لو حاجه اكاونتنج على انفورميشن سيستمز دي تبقى اي انهي دول؟ في الاكاونتنج انفورميشن سيستم هنا في مجال اسمه اكاونتنج انفورميشن، ما انت تشوفي ده وتشوفي ده. دايما الواحد بيحط لنفسه ايه ثلاث اربع فيلد بيتابع فيهم. انا مثلا بقرا في الاي اوبريشن مانجمنت والمانجمنت انفورميشن سيستم مثلا، دول الثلاثه اللي بقرا فيهم ثلاثة. فكل واحد بيختار له ايه حاجتين ثلاثة في الإدوكيشن كمان. نيجي بقى لموضوع القراءة يا دكتور أمجد، نقطة مهمة جدا. يعني ما هو أنت قدامك اختيارين، يا إما تبقى تشتغل معاهم أب تو ديت يعني تاخد أحدث الإصدارات، وده معناه إنك هتشترك ويبقى لك اشتراك ويجي لك أحدث عدد، أو تقرأ بأثر رجعي بقى تقرأ حاجات باك سنة واتنين وحاجات زي كده. ما أعتقدش إنها فكرة يعني جيدة. انا حسب التقييم في الدكتوراه، لو انت اوريدي خلاص في الداتا كولكشن صعب ان انت تعمل، بس خلي عندك هوايه. انا صراحه يعني كنت متابع عليها في الدكتوراه فادتني كتير جدا في حياتي، بس دلوقتي طبعا الواحد بيزي جدا. لكن قبل كده كنت بعمل ايه؟ كل يوم الصبح قبل ما اعمل اي حاجه، بس 7 الصبح قبل ما تصحى حتى اشرب كوبايه نسكافيه ورا لي بيبر في الفيلد، مش شرط في مجالي، في الفيلد. انا الفيلد بتاعي ايه؟ خلاص هاخد اوبريشن مانجمنت ومانجمنت. كل يوم الصبح
اقعد اقرا بيبر في المانجمنت كاني بقرا جورنال، وايه والخصها من نص كده لخيص، مش في البحث بتاعي خالص، بس انا مع الوقت لقيت نفسي بكتب ديسكشن حلوه، بقيت اعرف اربط ما بين الفكره دي والفكره دي والفكره دي والفكره دي، عارف بعرف اعمل قطعه موسيقيه. لكن لما بكون انا بقراش غير في الفيلد بتاعي في الفلسفه بتاعتي، هجيب الانوفيشن منين؟ هجيب الانوفيشن منين؟ يعني بفضل الله انا عملت الاوركستريشن ثيوري ودي فيري استراتيجي، انا بحب اعرف الاستراتيجي مع الاي ار بي دي فيري اوبريشنال، خلت الحاجتين دول ايه علاقه الناس ايه اللي انت جبت ده مع ده، جبت الحاجات دي كلها منين؟ لا ما انا بحب اعرف الاستراتيجي بستمتع. فلما بقرا كل يوم واحده عن الاستراتيجي ويوم عن الاوبريشن ويوم عن الانفورميشن سيستم، عرفت اعمل لي قصه تربط بين الثلاثه حلو. فحلو ان انت تبقى يعني ايه برود مايندد عشان تكتب ريسيرش حلو. الناس اللي بتخش نار قوي في نقطه صغيره وتخش على جوجل سكولر، ده شغل غشيم جدا 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 جدا، بيطلع نتائج مقندله. اللي عنده نقطه يروح يدور على جوجل سكولر ويروح يطلع الابحاث اللي بتقول على الكلمه دي في جوجل سكولر ويعمل ريتشر فيها، ده شغل عقيم جدا ولا هيطلع اي حاجه اصلا مفيده، لانك انت بتدور على الحاجه اللي انت عارفها، هتطلع ايه جديد يعني؟ حته كده بحته كده، هم يعني هجيب اللي هم بيقولوه، هتعمل ريبليكيشن، ايه اللي انت جديد للعلم يعني؟ ما انت قاعد تقرا اللي هم بيقولوه. المتعه ان انت بقى تطلع من هنا وتشوف هنا وتقرا هنا وتدي بقى برسبكتيف جديد ما حدش استخدمه في العلم بتاعك دوت، ده دي الصياعه. شايف يعني هو مثلا عندنا ايكونوميك ثيوري بوليتن، ايه ده؟ تو ستارز دي. ممكن اكون بقراها ممكن ما اقراها. شوف هنا في مجالات كتير انت ممكن ما بتطلعش في جوجل اصلا. هنا انا انصح بايه بقى؟ انا مثلا اروح جايب الفيلد بتاعي اهو مثلا جورنال اوف ايه اي مجال، اروح جايب كده بقى. انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا طالب دكتوراه جديد، شوف بقى هعمل ايه دلوقتي بقى. اروح ماسك مثلا اوكي، اروح الانتربرينور شيب، انا عندي انتربرينور شيب ثيوري ها اند براكتس، دي اسم المجال. انا طبعا لو شفتها كده في السوق مش عارف ان دي حاجه حلوه، بس هما ثلاثه فور ستارز، خدت واحده منهم، رحت داخل كده وعبقى ايه اختيار زي الجواسيس كده، اعمل بقى شغل مخابرات، جايب صفحه المجال نفسها، جاي مين بقى اعمل ايه بقى اصيح بقى امباكت فاكتور 10 يا معلم 10 واو اوكي، رح جاي كده واقول ايه ها جورنال انفورميشن، عايز اشوف مين الايديتوريال بورد، دي اول حاجه الشله اللي هلعب معاها مين الكبار يا جدع بقى؟ جون ويكلاند، هاتوا لي الولد ده، هاتوا قلعوا لي بلبوص الولد ده، لازم اعرف هو مين. بعد كده اشوف اماندا، بعد كده انزل على الاي سينيور اوديتورز، بعد كده انزل على الاديتور تول، ابص عليهم كده اخد نظره عنهم، ابص عليهم كده بقول لك جوزيف بيطلعهم حافظ كل ما اخش عليه داخل جايب حاجات مراته مين متجوز مين بيعمل ايه في الشارع كل حاجه عنه. خلاص دول بقى ان انا ايه ابص عليهم كويس وابدا اشوف اعمل ماب لنفسي كده، ده بيتكلم في ايه وده بيتكلم في ايه وده بيتكلم في ايه، عشان اعرف الناس دي اللي مهمين على العلم ده، اعلى مجله دول الكلام بيمشي على الكل، دول اللي بيختاروا المواضيع. بعد كده عجبني الكلام اخش على اول ايشوز، عندي حاجتين، اول حاجه اللي هي الاعداد الجديده، ثاني حاجه الكفر، الكفر اللي هو ايه هتلاقي فيه كفر للايشو، هتلاقي هنا مثلا اهو ده الكفر للايشو، كفر الايشو ده ممتع قوي بقى، ليه بقى؟ ده واحد بيقرا لي اهو الجست ادر انتدكشن، ده بقى واحد بيقرا لي، بص بقى اقرا معايا كده هتشوف المتعه بقى، ده بيقرا لي البيبرز كلها مره واحده، بص هنا بقى بيقول لي ايه بقى، شايف هنا بيقرا لي وبيعمل لي ديسكشن، بص هنا بيقول لي ايه بقى، هنا ده الايديتوريال صح ايوه اهو، هنا فيلز جاب، هو بيقول لك في علم في عنده جاب، بص هو هنا بقى شوف بص ليه كتبت نولج جاب، حتى الهيتروجينيتي اللي هي الاختلاف، ما يقول فرايتي يقول الديفرنس يا جدع، شوف الكلمات بقى العلميه اللي بيقول لك نحفظها بقى عشان علمي ها، الاختلاف of family firms and their simultaneous pursuit of financial and financial goals. طب يقول achievement ليه pursue يعني ليه الرخامه يعني، ما يقول achievement الولا ده، يبقى انا كده لما اجي اكتب للناس ديت اكتب بقى ايه ها pursue، ما اقولش achieve، بلاش كلمه achieve دي، العالم دي ما بتحبش كلمه achieve ها، goals الله ليه ما بيقولش objective is a well established in the literature however the knowledge gap بقى causal factors underlying the variance in the goals. لغه بوستيفست فحيته، بص variance، بص بيقول لك ايه variance، دي كلمات كلها بوستيفست جدا اوكي ها، behavior and performance of family remain unclear، طلع لك النولج جاب بتاع العدد كله، انا ما بقولش نولج جاب بقى للبيبر، نولج جاب للعدد كله، وبناء عليه انا اخد دي كده بقى وابص عليها كده، دي فرصه كويسه ان انا افتح نفسي مجال بحث، رئيس المجله يا جدعان
بيقول في جابس في الكلام ده، ده رئيس المجله، الكلام ده في 2000 وكام 19. طيب ايه اللي انت عملته بقى في العدد بتاعك؟ هنا بيقول لك ايه بقى، شوف بقى بيديك بقى، ده رئيس مجله بقى عارف التاريخ كله بقى، بيقول لك من 2003 في 17 عدد اتعملوا في القصه دي، ومن ال 17 عدد طلع منهم 16 عدد في القصه دي. هو بيدخل لك من برسبكتيف، بينزل لك ينزل لك ينزل لك اوكي، وفي 80 عدد عملوا كده، وفي 200 عدد عملوا كده، قاعد يجيب لك العلم كله، وقال لك على جوجل سكولر في 1000، قاعد يشرح لك العلم في الفيلد كله. ده اداك نطه فظيعه للمستقبل النولج جاب اوكي. وراح كتب بقى على الايه، على العدد بتاعه، العدد بتاعه مسك بقى ايه بيبر بيبر اهو، هتلاقي هنا كل ده بيتكلم على العدد، هتلاقي جاي بقى بعد كده بدا يتكلم على الايه، اهو الارتكلز انسيشن. ده جميل قوي بقى، ده بحب اقرا ليه بقى، ده بيسهل لي بدل ما انا اقعد اقرا الابستراكت لا حد بيقرا لي. بص بقى الجمال بقى، بدل ما انا اقعد اقرا بدور على النولج جاب والكونتريبيوشن تو النولج والميثودولوجي واتعب نفسي ايه الحلو والوحش، لا ده رئيس المجله نفسه بيقرا لي اللي مكتوب عنده. ده بقى جميل بقى، تتعلم حتى هو حابب يشوف ايه في المجله، هو حابب يشوف ايه، ايه الحاجات اللي عجبته. شوف انا بقول لك ايه بقى، two articles use multiple case studies، ها the first examines، شوف اللغه بوستفست قوي، the turkish crafting family farmers and the second examines five، شوف اللغه واد بوستفست بوستفست يعني. a third article is based on the study of publicly listed chinese، the remaining two articles conceptual in nature اوكي. وبعد كده شوف conceptual in nature دي تفهمها ان هو ايه، ما كانتش عاجباه قوي ان هي conceptual يعني، لكن قشطه يعني اهو. بعد كده بدا يقول لك البيبر دي، قاعد يقول لك بقى انفستيجيت هاو، بص بقى اللي عايز يتعلم بقى كتابه الاسئله بقى، ها اللي عايز يتعلم كتابه الاسئله ده مثال حي اهو، انت في نفس المجال بتاعك عامل زي ما بقول لك كده، هاو فاميلي فيرمز مانج ذا بارادوكسيكلي ريليشن شيب بتوين تراديشن اند انوفيشن. ده سؤال حلو، وده لازم يجاوب عليه كيس ستادي. الورق دلع نفسه داخل هاو، سؤال ممتع دسم بشكله مبني على علم فاميلي فيرمز، ادي اول كلمه علميه، بارادوكس relationship tradition and innovation. اهو عمل ايه بقى، درس ايه 8 cases. طبعا هو دي مجله، دي اعلى مجله في العلم يعني، ف 8 cases دي مالناش دعوه بيها احنا، مش صعب علينا في الدكتوراه فيها يعني اوكي. using multi stage data analysis، وبدا يقول الاسلوب بتاعه multi stage data analysis، واستخدم primary وsecondary data، واستخدم كمان الفريم ورك بتاعه، واستخدم نظريه قام عليها ونظريه بتاعه كذا، وبدا يشرح هو عمل ايه. جاي الثاني identify two dimension and four structures okay with regard، وبدا يقول لك بقى with regard to innovation. وبعد كده عمل الثالث وبدا يمسك واحد واحد، عايز تقرا الاسئله الايم الاوبجكتيف يعني، ده الفيلد بتاعك، شوف انت الفيلد بتاعك بقى وامشي فيه كده. انا مش هقدر اشرح لكم المناهج العلم كلها، ولا هقدر بالمحاضره اللي انا بشرحها دي اخليك باحث شاطر، لكن اللي انا اقدر اقوله ان انا بحاول ان انا اوقفك على ارض تبني عليها اوكي. فانا بحاول اديك السنار على قد ما تقدر. طبعا زويلجر ده بوليتكس، طبعا زويلجر ده كان رئيس المجله اصلا قبل الواد الجديد ده، زويلجر ده فظيع 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 يعني، ده مسيطر على كل الفندات اللي في العلم ده، واشهر عالم في المجال ده اوكي. طبعا انت لما الاديتور يذكر اسم واحد، اعرف ان الواحد ده كبير يعني، الريفرنس اللي هو ذكرها ديت هو ما بيذكرش اي ريفرنس، هو بيذكر ريفرنس قويه جدا في الفيلد، ده بيأثر عليك سنين من القرايه. فهمت الفكره؟ الحاجات دي انا اعرف الاقيها ولا لازم يكون عندي اكسس للجورنال نفسها؟ لا انا دخلت جبتها تقريبا غالبا يعني، بتيجي الحاجات اللي هي الايديتور هنا يعني، لا مش موجود الجامعه، مش موجود الجامعه غالبا، الايديتور الايديتور اديشن بتبقى معموله من غير حمايه، من غير اي حاجه. ليه؟ لان هو مش متوقعين ان حد يعمل لها اديشن، وكمان دي دعايه للمجله، وهي دي بصراحه الزبده بتاعت العدد يعني، هي دي اهم من البيبرز دي كلها، اقرا ده، هو ده الزبده. فهمتني؟ دكتور لكل عدد. سنه نقرا، عفوا لكل سنه لكل اصدار نقرا عن الزبده بتاعتهم ولا بالظبط؟ متعلق بقى بالبحث بتاعك الدقيق، بس مجال العلم انت حلو ان انت حتى ما عندكش وقت تقرا كل يوم بيبر، اقرا ايه؟ اقرا الكفر ليتر بتاع الايديتور ده. فانت عندك مثلا 10 اعداد في السنه، كل يوم يقرا لك ايه كفر ليتر، تعرف بقى النظريات اللي في الفيلد
الحديثه اللي الناس بتتكلم عليها، تعرف الكونتريبيوشن، تعرف النولج ارياز، تعرف الحاجات اللي هي ايه حديث المدينه في الناس دي بتفكر ازاي دلوقتي، وشوف طريقه كتابته للسؤال وازاي هو بيعرف السؤال وازاي بيعرف البحث بتاعه وازاي هو اكتر حاجات عجبت الايديتور. انت في الاخر هتبيع الحاجه دي لحد، لو انت عايز تنشر في البيبر صح، فهتبيعها لمين؟ مين السوق بتاعك؟ ممكن المشتري يكون زعبولة مش مهتم، فانا عايز يبقى ليه حد يقرا لي عشان يبقى عندي بيبر. طيب انا بمسك البيبر اركز على حاجات محدده فيها ولا انا اقراها كلها؟ في الاول احفظي البيبر كلها، ليه؟ اتعلمي كل حاجه، بعدين بقى لما تكبري بقى تلاقي البيبر ده لفت 3 دقايق عارفه انت عايزه ايه. لكن في الاول، اول سنه دي في الدكتوراه، انا وجهه نظري لو انا عايز اعمل دكتوراه صح، في اول سنه دي في اول يوم البيبر احفظه، بيبر احفظه كل يوم احفظ بيبر. على اخر السنه حفظت 300 بيبر، يا نهار اسود، ده انت تعمل موسوعه فيه. لا انت مش محتاج اصلا حد يعلمك حاجه، الريسيرش ميثودولوجي حفظت كل الميثودولوجيز بتاعتهم، حفظت كل الريسيرش اللي هم بيقولوه، خلاص هتبقى تتكلم خلاص. انت بقى جوجل سكولر والناس الشغل العبيط ده، اخش جوجل سكولر واكتب العمل مثلا بروجكت مانجمنت والفاليو مانجمنت، طلع كلها مقالات تافهه هبله واقعد اقرا فيها، واقول هو العلم بيقول كده، انا عارف العلم بيقول ايه وانا عارف اللي بيحصل. ماشي مش هزه وبازه يعني، يلا مش مشكله يعني. ده عيب مشرفين يعني، ده مش عيب كنتوا خالص، ده عيب مشرفين ما قال لكمش الكلام ده من اول يوم. فده اللي انا هيقول هيقول والله. اوكي انا مش عايز اطول عليكم النهارده كده، فانا الحمد لله اديتكم وصلنا مهمه جدا، فكل واحد يخش على المجال بتاعه يشوف الفور ستارز عنده ايه. في برضو الاي بي دي سي قبل ما انسى، ده برضو ايه ما بين الاثنين بصراحه، ومثل الاي بي دي سي في كل علوم يعني، الادوكيشن مش هيلاقوا كتير في الاي بي اس، لكن الاي بي دي سي في كل العلوم اللي موجوده، جورناليست ده في كله برضو كويس. اسمه اي بي دي سي، ده بتاع استراليا بس برضو حلو قوي ومفيد. اهو اي بي دي سي 7% فور ستارز، شوف خدوا 2600 مجله، 7% اي ستار، 24% اي، 31% بي، 36% سي. فممكن تنزلوه برضو نفس الكلام كده، هتلاقي برضو في علوم، بس ده في علوم كتير قوي، في الطب وفي الادوكيشن، في كل، في علوم كتير قوي بصراحه. فاسمه اي بي دي سي، ده حياه الاستراليين، اي حد شغال في استراليا زي الاي بي اس في بريطانيا كده، ده بتاع استراليا، ده بتاع امريكا، الاي جي سي اي جونيور رانكينج ده بتاع امريكا. خلاص كيماجو، كيماجو دوت ده بتاع امريكا. فشوف اعلى بيبرز عندك امباكت فاكتور في المجال، وابدا ايه اعمل زي ما احنا بنقول كده، ده هتبقى ده اكتر طريقه تتعلم منها بصراحه، واحفظ كلماتهم بقى وتجنب الكلمات الانجليزيه الرقيقه دي. تشوف هو بيستخدم هيتروجينيوس تاكسونومي، ما تقول كلاسيفيكيشن يا جدع، ما تقول ليه، ما تقول تاكسونومي يعني تاكسونومايز، يا سلام يا سلام، بدل ما يقول كلاسيفاي يقول لك تاكسونومايز. فلازم تتعلم اللغات المعقده دي عشان تعرف تبيع في السوق ده، مش هتعرف تبيع باللغه السيمبل البسيطه دي. اوكي يا شباب، 100 100، تمام يلا سأقابلكم باذن الله يوم الاربعاء اللي جاي على خير يا رب. ان شاء الله، شاكرين جدا، شكرا 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 لحضرتك يا دكتور. شكرا ليك يا دكتور، شكرا ليك. احنا عاملين التسجيل ده يا دكتور، بس يا ريت يبات معانا النهارده. طيب طيب على طول دلوقتي، هي هدى كده ساعدنا احنا يعني كسولين، لا النهارده والمره اللي فاتت. ايوه والله هدى كان بيتكلم دلوقتي عشان تتخانق معايا، تقول لي فين التسجيل. لا لا هدى بتكلمك، ده موضوع تاني، اكيد بتكلمك عشان تخلص المحاضره يعني، انت اكيد متفق معاها بس. الموضوع هي بتقول عايزه، بس عايزه التسجيل. ما قلتش كده، ما بفكرش. شكرا جدا، شكرا دكتور، الله يجزاك الجنة، تصبحون على خير جميعا. امين يا رب، امين يا رب. رمجد ممكن اسالك بسيط، سؤال بسيط؟ امرني امرني طارق، ده اللي بيتكلم. بس معلومه بسيطه انا ممكن اعقب عليها بعدين، اذا موجود او اذا بتعرف دليل اللي عمل سيستماتيك ريفيو، اذا عندك كتاب عملي نعمل، كيف نعمل سيستماتيك ريفيو؟ لانه اغلب السيستماتيك ريفيو هي مختصه بتابعون الهيلب، تابعون الصحه والاشياء هذه. فاذا بعد اذنك يعني، اذا يعني عندك دليل بكون عملي يعني، بكون ممتاز جدا.
انا هو بص خش على طول على الام اي اس الفيسبوك، انت عندنا على الفيسبوك صح؟ نعم. خش على انا اصلا ام اي اس انا اصلا ايوه في 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 اللي عمل السيستماتيك ريفيو في العلم الاداره انا واخد الى هنا هتلاقيه عندك انا اللي عمل اللي عمله وكان بيدينا في كرونفيلد. انا خدت محاضراتي كانت بتدرسنا في كرونفيلد وحطيتها على جروب اسمها جروب ام اي اس.